مساء الخير لكل المشاهدين اللي بلشوا يتابعوا معنا اليوم حلقه الليله للنشر من ديكور جديد، وقريبا راح يكون في كمان تعديلات كثيره وراح يكون في اضافات كثيره بمضامين انتم دائما تسعوا انه تشوفوها بتشوفوها على الشاشات، راح تلاقوها بهذا البرنامج. ليله مواضيعنا كثيره وعناويننا كثيره، تحيه للكبار راح تكون موجوده بحلقتنا، وكمان ملف العنف راح ينفتح بطريقه كثير واسعه وراح نحكي عنه بالتفصيل لانه الجرائم عم تكثر. منشان هيك بدي اطلب من كل المشاهدين اللي دائما ناشطين على تويتر انه يشاركونا اليوم بحميها ما تعنفها، هذا هو هاشتاج الليله، بالاضافه لموضوع صارخ له علاقه بالامن داخل البيت، ومن هالناحيه يمكن في امور كثير بتفزع وبتخوف ممكن تصير ببيوتنا اذا ما انتبهنا. الجنس تحت سن العاشره اذا ما في رقابه للاهل، بتمنى من كل الاهل انه يتابعوا دكتور رائد محسن شو حيقول الليله على هذا الموضوع. خلينا نشوف سوا التقرير الخاص بالعناوين وبعد دقائق قليله بنبلش حلقتنا. ذات صباح استيقظ لبنان بلا صباح واغنيه جديده في للنشر. يومين يكونوا يومين، شهرين يكونوا شهرين. رحيل سعيد عقل فتح ملفاته السياسيه فاشتعلت المواقف حوله. التعنيف مجددا واخر الضحايا فاطمه. خبطت لي راسي بهذا الحيط، بعدين وقعت بالارض صارت كل الارض دم. جريمة قتل نسرين روحانا رح تعرفوا القصة كلها بللنشر. طلع عند أمه قال لها عرفتي ما عتست السكينة قوصتها بالفرد. ببلد العتمة وقلة الكهرباء أسانسور على العداد الطلعة ب 500 والنزلة على الدرج، وبالنهاية في شرج ذكاء يعني المخترع حسن كامل الصباح بيقربنا. في غياب رقابة الأهل جنس تحت سن العاشرة، ماذا يقول الدكتور رائد حول هذا الموضوع؟ مساء الخير لكل المشاهدين. صباح لو كل يوم حكينا عنها ما بيكون شيء كتير. صباح سيدة الفرح والجرأة، أسطورة الجرأة وأسطورة الصدق الصارخ اللي كتار من الناس أحيان ما فيها تتحمل شفافيته. صباح اللي اخترقت كل التقاليد وحاربتها، وصباح اللي قدرت تثبت حالها وما قدر أي شيء بالحياة يعطل أحلامها. صباح اللي قدرت وحدت العرب اللي من الصعب كتير أوقات إنه يتوحدوا. صباح اللي قدرت مزجت الأديان اللي ما حدا تجرأ مثلها إنه يمزج الأديان. صباح اللي كنت على طول تتحدى الإشاعات بابتسامة كتير كبيرة وبمسامحة كتير كبيرة وبقلب كتير كبير وبنضج كتير كبير وبنجاح أكبر وأكبر. يمكن شو ما قلنا عن صباح بضل كتير قليل بهالزمن اللي أحيان بيظلموا فيه الفنانين الكبار وبيقعدوا بعدولن أيامهم. يمكن هول الناس لازم يتجرموا، مش بس لازم نرد عليهم، لازم كمان يتجرموا، لأنه في البعض اللي مثل صباح بهذا البلد بيكونوا مثل قلعة بعلبك ببلدنا، بيكونوا رمز لإلنا، بيكونوا شيء بحسسنا بقلبنا بانتفاخ وبفخر كتير كبير، وبحسسنا أنه يمكن لبنانيتنا عالمية من وراء هالأشخاص بالذات. صباح كل شيء بنقلك إياه أنه منحبك أكتر بكتير 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 من ما كل الناس هولي مفكرين أنه قادرين يهجموك. امبارح الحشد لحاله كان بيعبر عن حاله، الحشد لحاله كان يمكن لو هاي الحشد بيّن بأي نهار قبل ما ترحلي يمكن كنت سعيدة أكتر، يمكن كانت آخر أيامك أحلى أحلى وأحلى وما كان فيها هالمرارة اللي كنت عم تعاني منها. صباح اليوم فكرت كيف ممكن نقدم شيء جديد بعد أسبوع كتير من الكلام الفياض عن هالإمرأة اللي تستحق. بصراحة أنه في أستاذين كبار يعني قدموا هالشيء الحلو لحلقة النشر الليلة، وهن الأستاذ إحسان المنذر والأستاذ طوني أبي كرم، قدموا غنيتين تسجلوا للست صباح بس ما طلعوا على الهواء. أغنية بعنوان يومين رح نشوفها بعد شوي بالروبورتاج، وأغنية رح نختم فيها حلقة الليلة بجنريك الليلة وهي أغنية ممنوع. أنا بشكرهم كتير أنه قدموا لبرنامجنا وخصصونا بهالأغنيتين بالتحديد. وكمان اليوم كان لنا أنا والأستاذ روميو لحود اللي كمان بشكره كتير على وجوده معي كان اليوم ببديدون. اليوم الصبح كنا بأول صباح من دون صباح من ضيعة صباح. حنشوف سوا هذا الروبورتاج ومن بعدها نبلش حلقتنا بكامل عناوينها وتفاصيلها. وأهلي مضبت يابي
وراق الحل عندك بابي مسافرة عجناح الطير تذكروني بغيابي مسافرة عجناح الطير تذكروني بغيابي بس ودعكم ما تزعلوا وراحت مطرح كتير حلو يا هل ترى الأحباب بعد بيرجعوا ونامت شحرورة الوادي فغابت الشمس عن صباح الفن ورحلت ساعة 3:45 بالضبط وعيت من الباب طلعت فيها لقيتها انه مبينة انه عطيتنا عمرها رحلت الشحرورة صباح وحيدة في غرفتها لكن وداعها كان فرحا رغم أنه يمتزج بملوحة الدموع ومرارة الفراق كان الرحيل فرحا تماما كما طلبت في وصيتها حطوا دبكي وارقصوا بدي يوم فرح مش حزن وهي وصيتها بعيد ميلادها قالت لي بطلب منك طلب ما تخلي حدا يكتب ضد الجيش ما تخلي حدا يكتب ضد وديع الصافي ما تخلي حدا يكتب ضد فيروز كل ما يروح حدا مبدع من الكبار بحس انه البركة عم بتخف بالبلد مثل مسبحة وعم تفرض انا اشتقت لك اول مرة فوت على هالأوتيل وما بلاقيكي حبيبة قلبي انتي سامحيني لان ما كنت حدك انت من اهل البيت وانت كنت جوهرة نادرة بتاج الوطن لكن من ندرت عمرها للفن ونشر الفرح تركت لمحبيها أغنية بعنوان يومين ننفرد ببثها للمرة الأولى عساها تبلسم الجراح وتكفكف الدموع يومين يكونوا يومين شهرين يا حبيبي بنطر سنتين ما سجلتوا هالأغاني اللي هن اسمهم يومين وممنوع الكلام حلو واللحن حلو لما طلعوا أغاني صباح وأنا رحت بعت للإذاعات نسخة 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 استحوا زيعوها مرة وبعدين نطروا يروح مندوب من عند صباح ليدعم الأغاني يعي بالشوم إذا صباح بدها دعم بس وحدة مثل صباح منين ليش بدكم منها مصاري لتحطوا لها أغنية أنا بدي أشكر كتير أستاذ أحسان أنك خصصت برنامج للنشر لنكون نحن أول ناس عم نزيع هالأغاني القيمة اللي ما سمعت قبل ولو كان آخر لحظة بعمري بشوفك بعد حكيني عن هالكلمات كيف طلعوا لما كان بدك هيك تستوحي من صباح صح اخر اغنيتين كانوا سجلتهم اغنية بتقول ممنوع علي ممنوع تكرج من عيني دموع ما بتقدر تحميلي راسي راسي رح يبقى مرفوع هيدي صباح ولحنا استاذ احسان وعطيها التوزيع المناسب تسجلت وتسجلت الأغنية الثانية اللي هي يومين يكونوا يومين شهرين يكونوا شهرين وعدني إنك بدك ترجع كرمالك منطر سنتين لا تصدقوا أن الأسطورة ماتت الأساطير لا تعرف النهايات كما أن كل البدايات بحاجة دوما إلى صباح فليس صدفة أن نردد اسمها مع كل بداية ومع كل يوم جديد صباح الخير بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد عالضيعة يما عالضيعة وديني وبلا البيعة عالضيعة يما عالضيعة وديني وبلا
امبارح كل لبنان نزل قال صباح بحبك. اليوم اول صبح واول نهار بيطلع بعد ما دفنت صباح، وانا وانت بضيعتها ببدلون وبيتها. كلهم عطوها اسماء بتشبه الشيء اللي بحبوها فيه، سيده الفرح، سيده الاناقه. الكتار بيلاقوا انه هي سيده الجرأة والصدق. من شو كانت تخاف صباح؟ هالمره كانت تحسسنا انه ما بتخاف من شيء. لكن صباح ما كنت تخاف من شيء الا من شغله وحده، الفشل. فشل بشغله، هذا اللي كنت تخاف منه. ما تخاف من بكره، ما لها علاقه مع الماضي. دائما صباح للقدام، دائما صباح للمستقبل، ودائما صباح عندها شيء الشغل. المرأة لما بتكون معطاءها هالقد بفنها وبحياتها، بيقولوا بتتكل على الحب، بتتكل على انه الحب يعطيها هيدي الطاقة. صباح عاشت خيبات بحبها، تعبت من زيجات ما قدرت تنجح زيجات رغم كل طاقة صباح فيها، بعد ما عرفنا يمكن تفاصيل كثير. هالمرأة منين كانت عم بتجيب هالطاقة؟ لكن أول شيء خلينا نحكي بال والحب، ليش ما أجا هالحب الضايع؟ بالحب ليش دايما كنت تغير؟ أنا بقول لك بالمية تسعين كل هاللي حبوا صباح وتجوزتهم تقريبا جوزوها عن غالي. بس هالبحث عن الحب اللي تستحقه هذه المرأة بحيرك. بحثت كثير عن الحب وحبت كثير، وانحبت إنما انحبت لمصلحة بمحلات، كان في يعني كان في كثير مصلحة. فجمهور حبها بصدق، هذا لحاله الحشد اللي كفي كان امبارح. هذا اللي حبها. قبل ما اروح انا وياك نزورها اليوم، بدي بس تقول كلمة للأشخاص اللي أحيانا بموتوا الفنان ألف مرة هو عايش، بقساوتهم، بكلامهم القاسي، بعدم تقديرهم، بالشائعات اللي بيطلقوها عليه، شو بتقول له للناس؟ بقول له ما ينسى انه هدي كمان رح يموتوا. أخذوا الريح وأخذوا الليل، أخذوا النهار وأخذوني وأخذوا قلبي. كثير حلوين الكلمات اللي امبارح نحطها. ما هيك؟ لا بتعرفي قديش هالمرة مبسوط انه كلهم بعتوا ان شاء الله. بس هيدا عشقت الناس كلها امبارح، لو كانت كلها راحت لعندها هي طيبة ما كانت عشقت. بفتكر كان احسن بكثير، كان احسن بكثير تخلص باوتيل صغير. صحيح انه اوتيل محترم، عملوا من وجبتهم واكثر كمان، بس هذه عبيره مثلها لازم تطلع من قصر. كان بحاجه تشوف حب صباحها كثير باخر ايام، ما هيك؟ ايه يعني الوقت الاخر كنت روح صورة، كنت كثير حب شوفها لانه اخر بدي كنت كثير تعبانه، مع العلم انه ما ضيعت ابدا صراحه. قولك شو راح تقول لو عرفت انه اليوم روميو لحود عم بيقول لها اول صباح الخير بعد ما نقلت على دنيا احلى؟ بدي لها صباح الخير يا سبوحه، يعني بتأسف انه هالمره ما شرقت علينا الشمس. شمس الشموسة هلا نايمة جوا غبيت. شو بدي اقول لها هلا؟ بدي اقول لها انه صارت فوق، صارت الكسندرا استقبلتهم اكيد مع سلوى ووديع وناصري. شو هالمهرجان العظيم اللي عملوا؟ ما بعرف اذا رح ينطروني بس رح يعملوا مهرجان حلو فوق. روميو صباح اللي ما بعرف منين جابت الفرح، اذا كانت هالقد عائلتها بمحلات معينة أثرت معها، أو البعض من عائلتها أثروا معها. ابنها إجا من كاليفورنيا، بنتها تلفنولا لما عرفت وانقطع حسها وما إجت. بركة منهارة. منهارة تكون، منهارة يمكن تكون، منهارة إن شاء الله. لا حاسة ليش هالأسى حولها مع أنه هي بتوزع فرح وحب؟ فرح تستعميد إيه؟ نحن مثلها، نحن مثلها رح نفرح ورح نغني ورح نضل الابتسامة بوجهنا. هي كمان كانت تغني ودائما الابتسام بوجهها ودائما شارقة. منين عم بتجيبوا هالفرح كان بهالخيبات الأمل كلها؟ بس وراها كان في دمعة، كان في دمعة، ونحن هلا إذا كنا فرحانين في دموع ورانا. سنين نحن صباح، يعني سنين ما بتتنسى. شو أكثر شيء كان يوجعها؟ كان يوجع أكثر شيء ما كنت تقول، ما كنت تقول، بس هذي كان يوجع أكثر شيء هني هاللي رابع عليها وهاللي كلهم تقريبا خنوها، يعني تقريبا كل واحد على طريقته.
هاللي اخذ منا هاللي باعها هاللي هذا هاللي وين كانوا؟ وين اني اخر بدي؟ اخر بدي لما كنت بالاوتيل وين اني غير بنت اختها؟ وين كانوا؟ انا بحس هالقوف حتطلع من شيء مطرح من هالمحل الحزين، حتطلع من الضيعه، حتطلع من سياحات الضيعه، هالقوف ما فيها تغيب، مزبوط انه الموت ما بيقدر على الكل ولا هذا حكي رومانسي. لكن بالنسبه لقوف صباح لصوتها شكلها بصوتها بمجرد تغادر الناس رح تشوفها، بمجرد تغادر الريحه رح ترجع تفوق كيف كانت صباح، ابتسامتها، ضحكتها، مسحاتها، هذه صباح ما بتنتسى، بمجرد نسمع صوتها وصوتها باقي، طالما باقي لبنان صوتها باقي، بأكد لك. هلا بدنا نودعها؟ يلا يلا نرك أخذوا النهار وأخذوني وأخذوا قلبي وسرقوا الوهيل وسرقوا النور من عيوني. وداعا صباح، مثل ما كنا قلنا عنا يمكن ما حدا بزمانها جرأ يقول بدي غني، وما حدا بزمانها امرأة جرأت تقول بدي طلق، بس قد ما شفافيتها قوية كتار ناس يمكن ما قدروا يتحملوا صدقة واختاروا انه يهاجموها. صباح وداعا، ورح نضلنا نحبك اكثر من كثير بكثير. رح نتابع مواضيعنا لليله، كمان بدي اذكر المشاهدين انه اخر الحلقه رح يكون جينيريك خاص باغنيه كمان مخصصه لنا، وبكرر شكري للاستاذ احسان المنذر والاستاذ سوني ابي كرم اللي خصصونا باغنيه لصباح من زاعت قبل وهي بعنوان ممنوع، رح نختم فيها برنامجنا. رح ننتقل للملف اخر، وكمان عملاق فقدناه بلبنان هذا الأسبوع وهو الشاعر الكبير سعيد عقل، الخاص في كل شيء، الخاص بحبه الكبير المبالغ فيه أحيان للبنان، الخاص بجمله الشعرية وغزارة صوره، الخاص بفينيقيته، والخاص ممكن بأمور كثيرة أنه بكل بساطة أنه ينقال عنه شخص لا يتكرر ولا يشبه أحد. كانت ريت للأستاذ الشاعر الكبير طلال حيدر كمان شو كتب عنه بجريدة الأخبار، وقال أنه يمكن ببلدنا لازم يكون في يوم حداد للعمالقة الكبار، وقال كمان انه بيطلب من كل اللبنانيين انه يوقفوا دقيقة صمت على غيابه بغض النظر عن موقفه السياسية وبغض النظر عن تأليهه للبنان وسواء اعجبوا فيه او لا، فان سعيد عقل لن يتكرر، وبيقول انه هو اول من غرز المحكيه بالشكل الجميل اللي هي موجوده فيه، اول من غرز الشعر المحكي بهالطريقه، وبيقول كمان انه بغياب سعيد عقل رح ننطر مئات السنين ليطلع حدا مثله. سعيد عقل اخذ جملته وراح. بس نحن اليوم نقاشنا رح يكون يعني بمستوى سعيد عقل، بتأمل يعني سعيد عقل شاعر كبير، ولما رحل مثل ما كل الأمور بتصير بيكون في حدث، بيكون في أشياء بترجع بتظهر من وجهات نظر من مواقف. البعض اتهمه بالخيانة، والبعض قال إنه هو أديب كبير وكان لمواقفه إطار معين موجود فيه. رح نناقش هالموضوع تفصيليا مع ضيوفنا، رح أعرفكم عليهم بعد ما نشوف سوا الروبورتاج. قبل أن يمسح لبنان دموعه على فقدان أسطورته صباح، خسر شاعره الكبير سعيد عقل. أنا قبلة الموعد سكنت بلادي، صنع المحال سأسكنها بعد صنع يدي. رحل سعيد عقل الذي وحد اللبنانيين بشعره وقسمهم بمواقفه السياسية، خصوصاً بعد وفاته، فهناك من رثى صاحب المائة وعامين وعبر عن حزنه على رحيل أحد أبرز الوجوه الشعرية والأدبية في لبنان والعالم العربي، وآخرون رفضوا التعاطف معه لأنه بنظرهم وقف إلى جانب العدو الإسرائيلي. أول ما فات الجيش الإسرائيلياني على لبنان كان لازم كل لبناني يقوم يقاتل معه. أنا لو أنه عندي تنظيم حربي هلأ بقوم بقاتل مع الجيش الإسرائيلي، بس بقول أنا زعلان لأنه مش نحن اللي عم نخلص لبنان مع الإسرائيلياني من هالوسخة اللي اسمها
العنصرية الدموية الفلسطينية. وفي الحالتين هل يقع مبدع من لبنان ضحية مواقفه السياسية؟ وكيف يرجم صاحب زهرة المدائن والكثير من أعمال فيروز في الوقت الذي يراه البعض توأم لبنان وسيبقى خالدا إلى الأبد؟ إذن رح نناقش هالأسئلة مع ضيوفنا باستوديو الأستاذ يحيى جابر الشاعر ومسرحي، والأستاذ سيمو أبي فاضل ناشر موقع الكلمة أونلاين، والأستاذ أسعد أبو خليل رح يكون معنا مباشرة من أمريكا وهو بروفيسور بالعلوم السياسية. رح نبدأ إذن، نبدأ معك أستاذ يحيى. يعني هناك سؤال يعني بيطرح حاله مثل ما بيقولوا، يعني اللي بيقول إنه القدس وبيرجع بقول هذا الكلام، يعني هل هناك تناقض بهذا الشيء او موقفه تغيرت لسعيد عقله وما حدا عارف انها تغيرت؟ هل تغيرت فعلا؟ يعني اولا سعيد عقل بنعتبره انه هو ما فينا نفصله عن سياق لبناني. نعم، ما فينا نفصله عن سياق الطوائف اللبنانيه، ما فينا نفصله عن سياق الحرب الاهليه اللبنانيه او الحروب الاهليه اللبنانيه. ما فينا ناخذ منه موقف وننسى الموقف اللي قبله والموقف الذي تلاه. سعيد عقل عم نحكي، عم نحاكمه سياسيا هلا، يعني بمعنى ما بنحاكم احزاب انتمى اليها سعيد عقل او طائفه او طوائف انتمى لها سعيد عقل. انا برايي من الظلم بمكان انه نظلم سعيد عقل بهال، ولكن ما قاله صارخ وما يعني فعله بعد ذلك كمان صارخ. اللي هو انه عند انتهت الحرب الاهليه اللبنانيه 1990 كنا ببيروت الغربية، زارنا سعيد عقل بدعوة من مركز ناجي العالي الفلسطيني بالروشي. نعم. وأقام أمسية شعرية، وكذلك أقام أمسية شعرية في الضاحية الجنوبية وألقى قصيدة في حب الإمام علي، وكذلك في حرب تموز ألقى. طب هيدي المواقف ليش ما عرفت وطلعت هلأ على بسجال الموجود؟ الكوميديا المأساوية اللبنانية، ليش ما طلعت هيدي بسجال الموجود هلأ؟ كل اللبنانيين بيشبهوا سعيد عقل بشكل أو بآخر. نعم، كل اللبنانيين عنصريين قبل الظهر، كلنا مارسنا مجازر. لا بس وكلنا بس هل مسموح شخص عملاق؟ يعني خلينا ناخذ وجهه نظر. شو عملاق؟ انا بحكي عن كائن بشري، انا عم بحكي عن كائنات بشريه. نعم. عمالقه، انا شخصيا ما بعترف بالعمالقه. هل اعتذر عن هذا عن ذلك وما حدا عارف؟ ما بعرف، انا ضده، انا ضد عنصريته. نعم. مثل ما ضد عنصريه المتنبي. نعم. اللي بيقول ان لو شو اسمه العصا والعبد معه ان العبيد الانجاس مناكيده. ما فينا نحاكم هيك شخص بهالبساطه. طيب. فناخذه بالسياق التاريخي، واذا عم تحكوا عن الاسرائيليين ما كمان اهل الجنوب رشوا رز على الاسرائيليه اول ما فاتوا. لا هيدا حكي ما بعرف اذا يعني انت عم تحكي كلام في شريحه كانت انا مش عم لاقي مبررات. طيب خلينا ناخذ استاذ اسعد كوميديا. خلينا ناخذ استاذ اسعد معنا من امريكا. استاذ اسعد مساء الخير. استاذ اسعد معنا؟ استاذ اسعد طيب خلينا ناخذ استاذ سيمو اذن. طيب خلينا ناخذ. طيب استاذ سيمو، البعض يقول انه هيدي يمكن موضوع القومية اللبنانية اللي كان يحكي عنها سعيد عقل، هي يعني تعصب للبنان ام هي عنصرية تجاه اخرين؟ يعني اولا بدي اشكرك انه تعطيني شرف احكي بهذه النقطة وهذا الموضوع وبالراحل سعيد عقل. هي منا عملية، يعني اذا بدنا نفصل هو موضوع الكلام او موضوع الموقف. يعني اذا الكلمة اللي انحكيت بالموضوع اللي شفناه بالتحقيق هو ناتج عن مواطن يعني عنده عنفوان متحمس لوطنه، اعتبر انه دافع عن قضية فلسطينية، دافع عن الشعب الفلسطيني، لانه اعتبر انه كل مواطن له حق بوطنه ويكون عنده وطنه ويكون سيد بوطنه. شايف باللحظة من اللحظات انه الفلسطينيين او بعض منهم اللي هو وصفهم بعض العناصر الدموية العنصرية الفلسطينية مع عمّا. نعم. الهودي المجموعات هن أساءوا. طب يعني هو لم يقصد انه بس لما قال انه هو يعني مع اسرائيل في ان تعمل هيك، يعني هذا شوي ما حدد موقف معين. هو ما قال مع اسرائيل، هذا منه موقف سياسي. نعم. ما قال هو انا مع اسرائيل الدوله الاسرائيليه، هو اعتبر بهيدي اللحظه بهيدا الزمن هو بالواقع اللي كان فيه هيك الزمن انه كان في حق لقتال الفلسطينيين اللي هن اساءوا للوطن وقتلوا الشباب اللبنانيين والمسيحيين. اذا بعض المنظمات عملت هيك ما فيك انت تعمم على الشعب الفلسطيني كله. هو بالموقف اللي انحكى وقتها كان
كل وقت يعني كل ظرف عنده خطابه، كل ظرف عنده خطابه وعنده كلامه. هو ما بيقدر، أنا ما فيني يكون يعني محل شخص عم بدافع عن وطنه بمفهومه هو. نعم. معنا الأستاذ أسعد ولا بعد مش معنا؟ طيب، هل من الأستاذ أسعد معي؟ أستاذ أسعد مساء الخير. أيوة سامع. سامعنا حضرتك؟ بوضوح، أسمعكم بوضوح. نعم، البعض يقول أنه يعني استرجاع هذا الموقف الآن ليس مناسباً وليس بحجم شخصية سعيد عائل، ماذا تقول؟ هي المناسبة بالتحديد، خصوصاً وأن هناك محاولة لطمس عدوان قاله سعيد عقل لمناصرة جيش احتلال كان العداء للبنان، هذا برسم الذين يزعمون أنهم يحبون لبنان. هذا الجيش كان والدولة إسرائيل كانت العداء للبنان منذ إنشائها، وليسمحوا لنا بمحاولة إثارة موضوع منظمة التحرير وياسر عرفات. إن دولة إسرائيل عم بيقول أستاذ سيمو إنه هذا الشيء لم يكن مقصودا ضد الشعب الفلسطيني وأنه لا يمكن أن يكون معه. سأضيف نعم. يعني هذه محاولة تعني يعني أولا لنبعد الموضوع عن محاولة يعني الخلط بين الشعب سعيد عقل وبين مواقفه السياسية. نستطيع أن نقول أن الشعر سعيد عقل بالرغم من عزوبته لا يمكن أن تغطي على مواقفه التي كانت معادية بحق لبنان. يعني لو أردتم أن نتحدث بمفهوم الوطنية اللبنانية ولا بأي مفهوم آخر، ثم الكلام أن شعره العذب يشفع له، يعني لماذا لا نقول أنه لو أنتم لحد كان يفرض الشعر لكنا غفرنا له كل جرائمه إلى جانب لا بس ماذا عن الذي قاله لا. عن القدس بعدين استاذ سيمو هون عم بيحكي واستاذ يحيى عم بيحكوا انه هناك سياسيين يعني اساءوا للفلسطينيين. هل انه الكاتب والشاعر والفنان دائما يعني يعاقب بطريقه معينه؟ استاذ سيمو شو بترد على استاذ اسعد؟ انا بعتقد يتوقف الامر اذا اتخذ المرء موقفا سياسيا فيجب ان يحاسب عليه. يعني لا يستطيع الشاعر ان يخرج من المحاكمه لانه يكتب الشعر في يوم من الايام. يعني هذا رجل كتب داعيا الى اباده الشعب الفلسطيني برمته من قبل جيش الاحتلال. يعني اسال يعني الذين يقولون عن الوطنيه اللبنانيه نعم. انما قاله تسوه مقتل نحو 20,000 لبناني وفلسطيني بعدوان 1982. هذا كلام لا هو حرك فعلا هل هو حرك فعلا هل هو حرك فعلا قتل فلسطينيين؟ لحظه استسيمو عم بيرد عليك. نعم تفضل. الكلام منه تحريض، الكلام كان مواطن عنده عنفوان عنده وطنية وشاعر عنده كل وجدانيته كل حبه للوطن عم بيشوف انه مثل ما يعني شعب حضنه ومجموعات حضنه عم بتدمر البلد عم بتقتل شبابه عم بتهدم البلد بدها تهجر اهله، قام هو عنده موقف لابد من يقوله بهيك الزمن. ولانه سعيد عقل مش بحاجة لحدا يعطي رأيه بهذه الكلمة إن كان أنا أو غيري، رفض الاعتذار ورفض الكلام عن هالموضوع. أنا قلت كلمتي للتاريخ ووقف عند هالحد، رافض النقاش لأنه هو بعملقته وبحجمه رافض النقاش بموقف وطني بيعتبر أنه انحكى نتيجة ظروف أمنت بهيك الزمن بهيك اللحظة هذا الموقف. نعم أستاذ أسعد عم بيقول أستاذ يحيى كمان أنه نعم تفضل. له أن يرفض النقاش لو أراد، ولكن ليس لنا أن نرفض النقاش في موقف مضاد ليس فقط لقضية الشعب الفلسطيني ولوجود الشعب الفلسطيني البشري وإنما للحقائق التاريخية، وليسمح لنا يعني بمحاولة الادعاء بأن حروب القوات اللبنانية الموالية للجيش العدو الإسرائيلي كانت تحارب الفلسطينيين فقط. بس يعني هذه القوات كانت تقوم بمجازر. بس عم بيقولوا من يقول القدس ذلك. نعم. يعني نعم بس استاذ يحيى استاذ يحيى قال انه تفضل استاذ ابو خليل أنا مثل ما بتابعه قال له كذا يعني عنده عدة سنوات بيكتب. إذا هو حريص وواعي للتاريخ كان مفترض مش محاكمة الإنسان اللي ما بيقدر يدافع عن رأيه. اليوم سعيد عقل راح لملاقات الله اليوم ما بيقدر يدافع عن رأيه حكي كلامه من هون كان أنا فعلا أستاذ أسعد هذا الموضوع لماذا لم يثار لما وهو كتب عنه قبل لما هي. كتب عنه بعدة محطات سابقة كيف لا يثار يا ريما؟ يعني أنا وغيري كتبنا عن هذا الموضوع على مر السنوات. بس لما بيقول أستاذ يحيى أنه هذا الموضوع يثار يعني عبر الإنترنت نعم. دائما يعني أنتم لم ترونا يعني هذا نعم آخر. نعم بس هناك سؤال لمطبوعة لبنان التي كان يطيئها سعيد عقل والتي تضخمت كلاما عنصريا مقيتا
ضد الشعب الفلسطيني برمته. بس يقول استاذ يحيى، نعم يقول استاذ يحيى، انه من قال القدس ومن قال الشام ومن هو مناصر للمقاومه ومن هو مناصر المقاومه في حرب تموز لا يمكن ان يكون مستمر بهذا الموقف الانفعالي كما مثل ما وصفه. اها سارد على هذا. نعم. يقولون لنا انه عاد بعد ذلك او قبل ذلك وقال كلاما مخافيا للقضيه الفلسطينيه. اقول اذا كان ذلك صحيحا فيعني ان الرجل مسؤول مرتين، يعني قد يكون مذنب بالنفاق. يعني هل مصدق سعيد عقل عندما كتب اغنيه اجراءات العوده؟ ام مصدقه في مقابله مع تلفزيون العدو؟ ام مصدقه في كلامه فيما بعد على تلفزيون لبنان؟ ربما الرجل يعني لم يكن جديا في انتهاج مواقفه، وهذه فرصه اخرى للقول بانه يجب ان يحاسب على النفاق او على عدم الانسجام الاخلاقي. انا مع محاكمه. نعم. لماذا نثير هذه القضيه اليوم؟ لان هناك من يحاول تبجيل رجل أساء بمواقفه. طبعاً 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 أنا موافق. أنا شخصياً أيضاً لمشاعر الكثير من اللبنانيين الذين ماتوا أو مات أصحابهم في اجتياح إسرائيل في عام 82. نعم. والذي أودى بحياة 20,000 لبناني فلسطيني برغم الذين يدعون أنهم يحرصون على حياة الشعب اللبناني. استاذ أسعد، في ناس بيقولوا إنه سعيد عقل قال موقف بس ما إيديه ما تلوثوا بالدماء، بينما هناك قاضي إيديهم لأنه ألهم وكان مشرفا على خلق منظمة ميليشياوية لا تزال قادتها مطلوبون من قبل العداء اللبنانية، وأنا أتحدث عن حراس الأرض. وكيف نعم. الفكر العنصري الفاشي لسعيد عقل، ولكن هو نفسه كان مقاوما للانتداب الفرنسي، نفسه كان مقاوما يعني هذا شيء مستغرب نوعا ما. هذا الكلام انا 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 مع محاكمه سعيد وفلان كان مقاوما لا ادري ما اذا يعني هذا الكلام. نعم. يعني لا ابدا انا مع محاكمه سعيد عقل. لا هو لا هو له لا لا هو لأنهم بس لأنهم له يميعون معنى المقاومه عن قصد. لا سعيد عقل لم يكن مقاوما. لا له له مواقف ايام الانتداب يعني. له مواقف ايام الانتداب الفرنسي، اعتقل كرماله. يعني هناك من جاء ضد الانتداب الفرنسي في ساعاته الأخيرة ومنهم بيير شميل وحزب الكتائب. يعني طب أستاذ يحيى شو بتقول لأستاذ أسعد؟ لا أنا بالعكس، يعني أنا مع فتح الملف السياسي لا سعيد في هذا العنصري في هذا التوقيت طبعا, طبعاً هو نعم. كلام عنصري، ولكن أن يؤخذ سعيد عقل كأنه هو الوحيد الذي ارتكب عنصرية فهم بحرب اللبنانية فهذا ظلم. هو لا يقول إذن الوحيد إذن. هو يقول وحتى لما المناسبة عنه هلا الغريب والمفارقة نعم. إنه إليح بيئة كان نائب عن صبرا وشتيلة. بس أنا ما بدي أحكي عن الموضوع كان نائب عن صبرا وشتيلة. نعم. لا أنا ما تفضل ما كفيت فكرتي أنا بعد أن تعاد محاكمة الرجل، وأنا أقول أن رفيق الحريري والنظام السياسي. طب أنا ما بدي فوت بالسياسة. لا ما هو سياسي، هذا كلام سياسي. ما بدي فوت بالسياسة. تفضل تفضل أستاذ يحيى. أنا عم بحكي سياسي. خليك معنا أستاذ أسعد، تفضل. أنا عم بحكي سياسي. بالضبط سياسي. بس نحن موضوعنا شو موضوعنا؟ شاعر سعيد عقل. موضوعنا عن شاعر وأديب. نعم. أولاً أنا بدي أقول عم يحكي عن 20,000 فلسطيني قتلوا. طيب من 75 أو من 73 أو من 73 لحديد ما حكي سعيد عقل كلامه. الشباب المسيحيين واللبنانيين اللي قتلوا الفلسطينيين هو تحريض مباشر. أنا عم بحكي عم بقول هو إنه عم بحكي إنه بالنتيجة كان في وقتها 20,000 قتيل فلسطيني. عم بحكي عن كمان في ولبنانيين ولبنانيين. انا عم بقول سعيد عقل انطلق شيء على فكرة سعيد عقل. على كل حال بالنسبه للشعوب ما بتفرق اللبناني عن الفلسطيني، نحن عم نحكي عن يعني الشعوب. لا بلا هو بمفهوم سعيد عقل كان عنده القوميه اللبنانيه، بدنا نتعاطى معه كشاعر ومؤثر وصاحب فكر مؤثر على الساحه العربيه بهيك الزمن. كيف كان في افكار قوميه عربيه؟ كيف كان في افكار عربيه قوميه؟ هو كان عنده القوميه اللبنانيه، كان عنده بدنا نحكيها بالواقع عنده فكر العنصر. هو كان عنده الوطنيه الشريفه اللي خلته يقول يدافع عن شعبه ويقول لاي شعب ممكن يكون بلحظه من اللحظات مضياف بضيافه شعب ويتصرف غلط انه التاريخ بده يحمل عبره للمستقبل.
بعدين بالشعب اللبناني بين الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني صار في مصالحات على عدة مستويات. نعم. يعني صار في مصالحات بين كل فرقاء الحرب بين القوات اللبنانية والفلسطينيين صار في لقاءات مصالحة ومصالحة وكذلك مع القوات اللبنانية. نعم. خليني كفي الفكرة. فضل. وتحديدا اليوم بالذات رئيس عباس رئيس محمود عباس اتصل بعد برئية تعزية لرئيس تمام سلام. ما بنقدر نحن بحركة من هالحجم يطلع بعض الأشخاص لا اعتبارات خاصة لا توازي أفاق سعيد عقل يسجل موقف بلحظة غيابه. الحديث عم بيكون عن اللحظة وتوقيتها أستاذ أسعد، بس على كل حال في كتير من القادة العرب ظلموا وعملوا وفي كتير ناس تغمست إيديهم بالدماء كمان، يعني هذا اللي يمكن البعض معتبر أنه هالحملة بهالتوقيت بالذات غير مناسبة، يمكن بعد شوي نرجع نفتح الملف، بس بهالتوقيت معتبرينها غير مناسبة. بدي بس كلمة أخيرة من حضرتك. لنعتبر من التاريخ أن المقاومة الفرنسية التي يتمثلون بفرنسا ومثل فرنسا لم يخفروا لشخص كاتب أو مبدع يوما لأنهم ناصروا العدوان النازي أو أنهم حتى تغاروا. ألا تعتقد لحظة أستاذ أسعد لما بتقرأ شعره لسعيد عقل ألا تعتقد أنه تراجع ضمنا ويعني من داخله عن هذا الكلام؟ طبعا لم يتراجع خصوصا يعني انا اريد ان اقول انني من اشد معجبين بشعر سعيد عقل وهو يعني يزيد ويفيض عذوبه في شعره ولكن نحن لا نقيد يعني قيمه سعيد شعر عقل الادبي للشعريه نحن نتحدث عن نعم. مواقف سياسيه له شكرا ويحق لنا ان نرد على هذه المواقف شكرا استاذ عقل عندما كان بس الكلام واليوم بالتحديد نعم. انا كتبت في سعيد عقل موضوعي من قبل بس الكلام لما شخص مثل سعيد عقل يكون متعصب لوطنيته لهالدرجه مش معقول بداخله يكون متعصب لعوده الفلسطيني الى وطنه ايضا يا اختي يا عمي هي الجمهوريه اللبنانيه هيدي نعم. الجمهوريه وهي المنطقه كلها سعيد عقل كل هالاميه عنصريه المجازر اللي ارتكبوها اللبنانيين باللبنانيين والمجازر اللي ارتكبت الفلسطينيين بالفلسطينيين يعني معتبر انت شفافيته لظلمته يعني شفافيته لظلمته هون اساسا مجتمع مريض اساسا انتج سعيد عقل كعب اريه شعريه وكذلك انشاه عنصري مش صحيح من حاكم يعني سعيد عقل لحاله طب برايك ظلم سعيد عقل كمان نعم. ظلم بمحلات برايك من الظلم انه نحصره بهذا الموقف ونحاسبه عليك الحياة لا نحاسب كل شيء يفتحوا ملف الحرب الاهليه كلها اول شيء حكي سياسي عم يحكي الزلمه ومنتمي لتيارات سياسيه وهو اللي بشر بشعب لبنان العظيم للجنرال عون وكان حده والجنرال عون اليوم وين موقعه مع المقاومه ضد اسرائيل بس هو المستغرب احيانا انه ما بكون في فنان قادم الى لبنان احيانا ليحيى اي مهرجان ويكون في بملفه شيء معين له علاقه بالتضامن مع اسرائيل او دعم اسرائيل نوقف نحن ضده لهالشخص وبنمنعه انه يفوت على البلد نحن يعني اسرائيل عدو ولكن انت عم تحكي منطق اسرائيل ما كان في شيعة مع اسرائيل لا ولكن سعيد عقل بحد ذاته لما بدا سعيد عقل يؤمن بالاقليات يومتها في مفهوم سياسي تحالف الاقليات نعم. انه هو الاقليه المسيحيه مع الاقليه اليهوديه بهذا الشرق لا هو سؤالي انه هو ضمنا مع الشعب الفلسطيني ولا يرضى يعني ضمنا هو نادى مع هذا الكلام هذا اللي بدي اعرفه السؤال الاساسي بيطرح نفسه ايه؟ هل نحن كنا مع الشعب الفلسطيني اللي كنا بالضفه الثانيه طيب هو استاذ سيمو بس جمله اخيره خلصت بدنا عشان تفضل هذا بدي اقول انه اليوم عم بحاولوا يحملوا يعني لانه سعيد عقل مسيحي في هالحمل عليه بدي احكي بمذهبيه اليوم صار في حرب العلمين عملت حركة أمل والحزب الاشتراكي على الفلسطينيين وكذلك حزب الله احتك بس اللي متمرد عليه مزيج من مسيحيين ومسلمين معيار انه اليوم نعم. انه اليوم عم بتنقى يعني بتنقى شخص او عينه بنحملها دائما الحرب ان كان مثقف ان كان اديب ان كان سعيد عقل دائما بنضوع على هالنقطه نعم. اللي عم يحكي الاستاذ هو جزء من هذا الحال اللي احنا عم نعيشه انه في غير اشخاص حرب العلمين هي ما له علاقه فيها الفلسطينيين حرب المخيمات عم يوصلوا بلا المخيمات مش العلمين عم بيحكي عن حرب المخيمات نعم. 87 كانت ما هي الفلسطينيه هذا اللي كنا لحظه هذا اللي كنا المخيمات اللي كنا قاصدين نقوله حرب المخيمات عم نحكي انه ما فلسطينيين كانوا فيها هذه ارض مجازر تحت كل حجر في مجزره ما في حدا متورط بدماء بهذا الموضوع أكثر من فئة معينة بلبنان اصطدمت مع الفلسطينيين قبل ما اليوم يصير في مرحلة جديدة من التفاهم والانتقال إلى مرحلة جديدة ولكن البعض بيقول لما تساند أنت الجيش الإسرائيلي بكلام معلن بهالشكل هيدا إنه هيدا نوع من الخيانة وهيدي الخيانة منا وجهة نظر فالبعض بيقول هذا الكلام كمان أعتبرها إنه هيدي خيانة لأنه هيدي إعلان يعني مفضوح وواضح أنا بشوفه ردة فعل مش أكثر ردة فعل انفعالية يعني ردة فعل بهيك الزمن لا ده خرافة وأسطورة بشكر تحالف بين ملك داود وأحيرام سور يعني هي خرافة وأساطير بشكر حضوركم معنا نحن رح نتابع برنامجنا مشاهدينا بريك قصير ومن بعدها منتابع بقية محطة
التعنيف مجدداً وآخر الضحايا فاطمة. خبطت لي راسي بهيدا الحيط، بعدين وقعت بالأرض صار كل الأرض دم. جريمة قتل نسرين روحانة، رح تعرفوا القصة كلها بالنشر. طلع عند أمه قال لي عرفته معتست السكينة قوصتها بالفرد. ببلد العتمة وقلة الكهرباء، أسانسور على العداد الطلعة بخمسمية والنزلة على الدرج، وبالنهاية في شرج زكا يعني المخترع حسن كامل الصباح بيقربنا. في غياب رقابة الأهل جنس تحت سن العاشرة، ماذا يقول الدكتور رائد حول هذا الموضوع؟ أنا عندي هون شي 40 سنة بلبنان، الله وكيلك ونظامي بعمري ما خلفت. أنا بالصبح ببرم على الشغل ما عم لاقي شغل، أنا جمعة ومعلم دهال، معلم يعني معلم مو شوي، كنت أشتغل يوميتي 50 ورقة. أقسموا بالله العظيم أن أقوم الراتب الثامنة حفاظا على علم بلادي وثوطن الوطني لبناني، والله العظيم والله العظيم والله العظيم. قبل ما نبلش محورنا وصلني من الأستاذ عبد الغني طليس الصحافي العملاق والصديق، وكمان كانوا قالوا لي بالكنترول انه في غلطه بالروبورتاج، وهي انه زهرة المدائن شعر ولحن الاخوين رحباني وطلب مني تصحيح الموضوع وهلا صححني. رح نتابع اذا محطاتنا النقله هلا على موضوع العنف والتعنيف اللي عم ينتهي واللي عم بيكون الاسلوب الوحيد لحل بعض الامور عند بعض الاشخاص اللي ما بيعرفوا انه في اساليب كثيره ثانيه لحل الامور، وخاصه ضمن العائله الوحده. عم نحكي هلا عن فاطمة المعنفة من خالة لأجل موضوع يبدو أنه أبعاده إلى علاقة بالورثة وبالمال. خلينا نشوف الروبورتاج سوا من بعد نكون مع فاطمة وولدها داخل الأستوديو. أبو صلي ماما ليك ما خصك أبو صلي خليك. هو كان واقف هون وأنا كنت واقفة هون، إجا خبطنا على تمي ورجع خبط لي راسي بهيدا الحيط، بعدين وقعت بالارض صار كل الارض دم. انا فاطمه سيف الدين اللي انتشرت صوري على مواقع التواصل الاجتماعي ووجهي كله دم بسبب اعتداء خالي علي، مش اول مره كمان صار تكرر الامر كذا مره، ومش بس معي، مع ثلاث ارباع البنات عنا بالعيله. في هيدا الفيديو ورا ما قوص علي. هو هون واقف ورا. هو مرة ضربني وأزالي كتفي من هون، وتاني مرة إجا ليضربني بس وقف خيب وجهه فقوص. أنا كنت أنا وقتها طلع الفرد هربت لهون محل ما أنا واقفة، هو كان واقف هونيك عم قوص لهون، وهيدي الرصاصة موجودة. وتالت مرة لسن الصور اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اللي أزالي فيها تمي وسنانه. كنت بعدني انا اكلتها قتلي يعني، وقمت وقفت بس ضليت مصره انه اصور لحتى يكون على القليل بايدي شيء. اللي عم يعتدي علي كل مره هو خالي لاسباب ماديه، وكل مره بيستغل غياب خيي وبيي ليهجم علي لانه انا معي ربو، فهو مثل عم يمسك العائله من ايد الانتظام انه انا اضعف حدا بالعائله. فاطمة سيف الدين وولدها محمد سيف الدين معنا بالستوديو، وإنما بدي بس كنت أقول مسألة هلأ عم بيكون في تعليق كتير كبير عليها، وهي الشيء اللي قاله شاعر والمسرح يحيى جابر لما قال إنه الجنوبيين رشوا رز على الإسرائيليين. نحن اعترضنا على هذا الشيء اللي قاله، وهذا الشيء بخص الشخص اللي قاله. وعلى كل الأحوال أهل الجنوب أثبتوا أكثر من مرة إنه هن رجال الحق وإنه هن رجال المقاومة وإنه هن الناس اللي بيعرفوا يسترجعوا أرضهم مثل ما ولا حدا يمكن بالعالم العربي قدر يسترجعها، بطريقه كثير شريفه وطريقه كثير فيها دماء وطريقه كثير فيها تضحيات. اهل الجنوب اثبتوا هالشيء ومش بحاجه لشهاده حدا ولا لشهاده معك الحال.
رح نبلش حديثنا فاطمة. عم نحكي عن خالك وعم نحكي عن تعنيف صار كم مرة؟ ثلاث مرات دخل لعندكم على البيت. خبريني. مرة دخل لعنا على البيت ضربنا على كتفه، بس وقتها قالوا لنا انه معلش يخالكم ومدري شو. المرة الثانية هي اللي صار فيها القواس، هيدي أكثر مرة انه صدمتني. بس ليش؟ شو الأسباب؟ يعني نحن عم نحكي عن في خلفيات، عم نحكي عن تعنيف وعليك أنت بالذات. في أسباب مادية وراء هالقصة ما بدي كثير فوت فيها. لا أنا بدي فوت فيها لنعرف دافع. خاصة بالورثة. جدي من فترة، من سنة وشوي، مريض، فعمل وكالة لابنه هو اللي عليه بكل أملاكه، إلا في بيت وسيارة أعطاهم لأمي كرمال هي عم تخدمه من وقتها، فقال لها هذا جزء من تعبك، حتى مش إنه ميراث. هو بده البيت يعني؟ إيه بده البيت. إيه؟ هو حتى ورا ما قوس أول مرة بيقول لها والله بس بيقول لها أعطيني هلأ ورقة البيت وبدك تتنازل عن السيارة، بيرجع بيقول لها والله بس يموت بيي، إنه هيدي كرر كذا مرة. إنه أهلك عندهم غيرك؟ إيه نحن أربعة. بس ليش يعني أستاذ محمد اختار فاطمة بالذات وليش هالأسلوب بالذات؟ ما جرب قبل يحكي معكم حول البيت؟ معي انا شخصيا لا. ايه ليه ما حكي معي انا بهالموضوع؟ نعم. اصلا انا بهالموضوع ما دخلت بالاساس، ما لي علاقه بشيء ورثي وما ورثي وشغلات انا ما لي علاقه فيها. بس مش غريب انه شخص يفوت على بيتك ويتهجم على بنتك ويقوس عليها ويضربها؟ هلا بالبدايه هو على اساس انه انا خال وابن وكذا وعيط وشغله هيك، بس تطورت القصه. انا اول شيء كنت عم بقول لهم خالكم وما علي وبنحلها، وحكيت معه كذا مره، وانا اخر مره حكيت معه فيها وقت حكيت معه بعد ما ضربها. ايه مش أي. هاي المره أي. قبل انا جيت قلت له يا علي نحن قرايب ونحن جيران، غير انه جيران قرايب وانت خاله. بدي بس اقول للشباب انه ناسين بداينه الموسيقى تركز على الضيف. ايه المهم اتفقت انا وياه على شغله، انه يا خيي انا اولادي لما بدك شيء منهم بتحكيني لالي. نعم. ما بتحكي معهم وانا نفس الشيء. بس هو من حقه البيت؟ هو من حقه البيت؟ لا انا ما بدي فوت بهالموضوع، انا ما بدي فوت من حقه ولا مش حقه. اول شيء بيو عايش بعده وهيدي، بس ما ينقي فاطمه يعني فاطمه هي الطريقه اللي فيه استرجع فيها البيت. انا بقصص ورثي وليش وما ليش انا ما بدي فوت فيها وما بدي احكي فيها هالموضوع. انا ما جاي لهون لاحكي بهالموضوع. طب انا بدي احكي بالاعتداء اللي صار على بنتي. طب دعيت عليه ليش اعتدى على بنتك؟ صار... دعيت عليه ليش اعتدى على بنتك؟ اكيد اكيد في دعوه باسمها هي، وفي طبيب وانا داعمها للاخر وانا معها معها وين ما كان. وفي طبيب شافها لفاطمه بس اعتدى عليها؟ اي اخذتها على المستشفى العسكري وفي تقرير. في تقرير بهذا الموضوع. طيب بس انه يعني المساله بشوي مستغربه انه يتهجم على بيت وينقي فاطمه بالتحديد. انا بقول لك انا بعتقد سبب من الاسباب نعم وهو الارجح، في عنده حقد على فاطمه. بس عم تعطيه فرصه انت يعني ما تقول فاطمه. لا مش عم بعطيه فرصه. ثلاث مرات يعني ما بعرف. وبعدين في رصاصه الموضوع. عن اذنك. هو حقد على فاطمه لسبب. فاطمه كل شغله عم بتصير عم بتصور عم بتجيب دليل عم بتوضح الحقيقه، مثل التقرير اللي عرضته. شايفين مين اللي عم يتهجم ومين اللي عم يضرب بالعصاي ومين اللي عم بيهدد؟ طب هيدا كلياته السلطات اللي رجعتي لها ما تدخلت فيه؟ يعني انت شخص هلا اذا حسب الكلام اللي عم ينقال مشروع شخص سيقتل حسب ما كل اشياء مبينه، ضرب اكثر من مره، رصاصه واعتداء، هيدا كله ما استدعى تدخل حدا؟ لا انا رفعت دعوه بالنيابه العامه، هيدا الشيء اللي قدامي يعني بالقانون عم نحكي. رحت على المخفر بعد سبعة ايام لما تحولت الدعوه، بيقولوا لي انه كيف ترفع دعوه على خالي؟ بعدين قالوا لي ما ترجع لما نتصل فيك. شافوك وشافوا صورك قالوا لي كيف ترفع دعوه على خالي؟ ايه وقتها قوس هيدي قبل نعم. ما ايه وفي حدا الا مسح الدم وشيل الدم وما تخلي الدرك يشوف الدم. لجأت انت لحدا من الجمعيات؟ ثاني مره وقت اكلت الضربه والدم وهيك رحت عند جمعيه كفا وساعدوني، هن اللي ساعدوني. طب يعني في كلام لعلي بيقول انه انتم جبرتوا بيو اللي هو موجود عندكم انه يطلق امه، وانه انتم الناس عم بتجربوا تاخذوا حق منه، وانه هذا الكلام مش مزبوط. على فكره هو اللي جبر بيو يطلق امه. ليه؟ وقتها صار في مشكل وامه وقفت بنص الشارع وصارت له كلام نابه، يعني حتى هو صار يبكي وقتها وهو ضل ورا بيو لحتى يطلق امه، وهو عنده وكاله بكل املاك جده. اذا عم تحكي على الورثه هو عنده وكاله بكل املاك جده، فاي حق؟ وامي صار لها سنه ونص هي لحالها حد جده، هلا في خالي وخالتي معها. عندكم اخوه شباب بالبيت؟ ايه طبعا. طب وهو يعني عم بيتحين الفرصه بس لك انت؟ بس يكون في اخوات الشباب ما بيسترجي يقرب. مثلا الاحد الماضي وقت ضربنا وطلع خيي لبرا، هو مرق من حد خيي فيه بعده فيه من النوم، كانت الساعه 8 الصبح، فمرق من حد خيي ولا كانه عمل شيء. بعدين خيي بلاقيني كل دم، امي بتقول له وقعت، امي عشان تتفادى المشكل قالت له وقعت.
بس امك كمان تقوص عليكي يعني حضرت تتفادى المشكل؟ لا هي وقتها انه عشان ما يعمل شيء، بتعرفي ردة الفعل لما يكون المشهد قدامي ما بدنا ان احنا نعمل شيء غلط كمان، نحن وكل شيء بدنا اياه بالقانون. فبيقول اذا كل شيء بدك اياه بالقانون يا فاطمه، انت عم تصوري حالك وجاي تحكي بالنشر، كيف يكون؟ ايه طبعا نعم. لانه انا هيك عم بدفع السلطات تتحرك، مثلا هلا لانه طلعت القصه بالاعلام صار في اهتمام من وزاره الداخليه من كذا طرف، لما القصه ما تنحكى فيها وانا مني انا حالي يمكن بعدني اخف من غيري، في عشرات الحالات من البنات والنسوان اللي عم يتعرضوا للعنف ما حدا بيحكي فيهم، واخر شيء بينتهوا مثل رولا يعقوب ومنال. بس هو السؤال انه خالك يختار انت من كل العائله إيه؟ ولسبب لها علاقه بالمش عم تكون تحكوا عنها، بس بدي ركز على نقطه انه انا ماني الوحيده، في خالتي يوم مثل اللي ضربني الاحد الماضي هي خالتي اضرب مني ألف مره، ضربت اعراسها وعلى على ظهرها واشتكت كمان خالتي. ايه طبعا نعم. وفي اولاد خالتي، انا ماني حالي وحده، في شيء خمس حالات يعني. هو عارف انك جاي الليله لهون، بس انا اللي صح لي احكي لانه رفقاتي صاروا ينشروها وبتعرفي كليه الاعلام وهيك وصلت. طب انت الدعايه طلعت جمعه على الهواء إيه؟ انت يعني هو عارف انك جاي لهون؟ ايه طبعا، صار في كثير تهديدات وصار بدل ما مثلا يرتدي صار لا يهدد بزياده وبعده بيستفز، وصار كانه بده اياك بس تعملي مشكله لحتى يطلع انه هو البريء لحتى يسجله انه مثلا شيء علينا، وهذا الشيء اللي ما قدروا عليه. يعني هذا الحكي كله بدل او في شيء مش طبيعي ليختار فاطمه بالتحديد، او هو مسنود يعني لا. مين سانده إيه؟ مين وراه؟ ليه قادر يعمل كل هالاشياء وما حدا يحاسبه؟ مسنود هو بيقول انه مسنود، هو بيقول إيه. وانت شو رايك؟ انت عسكري سابق يعني اكيد عندك رؤيه او بتعرف. بعرف انا ما إيه؟ انا يعني ما احب فوت كثير بالتفاصيل خصوصا اشياء شخصيه وكذا، بس بركي هذا اللي بقول لك اياه انه مش مستهدف فاطمه لحال. انا اولادي كلهم عم يتعرضوا لتهديد، وهلا انا عم بحكي هون اولادي معرضين لتهديد بكل لحظه، سلاح فوقهم وتراخيص سلاح لابن 18 سنه 19 سنه جيبوا له ترخيص سلاح، كل شوي بيهددنا بدي انزل اقتلكم. انا مش بس فاطمه مهدده، ممكن كانت مريم تتعرض للضربه، ممكن كان. طب هلا جيت على الاعلام شو خطوتك التاليه بعدين؟ أنا بدي أتابع بالقانون للآخر. اخترت تصوري حالك وبالإعلام. الفكرة كيف إجت إنك تصوري حالك؟ الفكرة قد إيه سألك مشتكية أول شيء للقضاء؟ أول دعوة من 13/8 وثاني دعوة يعني. ب 24/11 نعم. أول دعوة ما صار فيها شيء، الثانية هلا عم بتصير شوي، بس قالوا لي إنه بكره بدي أجتمع فيه ليجربوا نعم. يصالحوا بالمخفر. نعم. نحن حاطين رقم على الشاشة إذا صاحب العلاقة الأستاذ إيه هلا حطوه بيأثر، الأستاذ علي سيف الدين حبي يرد على هذا الكلام، بس هو يتصل على هذا الرقم اللي على الشاشه. تفضل. بالنسبه انه صور حالي نعم. انا كنت بتمنى يكون مقابلنا اليوم، يكون واقف قبالنا ونحكي وجه بوجه نحن وياه. ليش قولك رفض يطلع؟ ما بعرف، لانه ما عنده حجه اصلا. بس ليش التعتيم على شو بدي اقول؟ شو بدي اقول؟ اي سبب بخليه يمد ايده يضربها للقتل، يضربها يكسرها اسنانها. هي البنت عايشه على الدواء، هي البنت هي صغيره مريضه عندها مرض مزمن عربو، وبعدها بتاخذ دواء لهلا، لما بيوصل وبيضربها ضربه للقتل. بس انتوا كلكم خايفين منه الظاهر يعني. مش خايفين منه، مش خايفين منه مدام ما قصه خوف القصه. اذا واحد بهالايام انه والله بيشغل عقله وبيقول نحن ما بدنا بلا وبدنا نحن قرايب ونحلها مع بعضنا، بيكون خايفين. مش قرايب نحلها مع بعضنا يعني، الحكي شوي بارد على الموقف الموجود. لا بس بتوصل القصه لمطرح ايه ممكن يصير بدها القصه، اذا ما نحق الدوله اخذت لنا حقنا وكذا، انا ممكن ساعتها اجيب لهم سلاح لاولادي. انا عم بحكي على التلفزيون هلا، عم بحكي مباشره. انا ناطر هلا، انا عسكري وبحب القانون وبشتغل بالقانون، رح امشي بالقانون للاخر. بس اذا وصلت لمرحله انا الدوله ما اعطتني حقي، ما وصلتني لحقي نعم. انا من حقي طيب. اجيب سلاح وحملهم سلاح لاولادي. انا اولادي مش محملهم سلاح، محملهم اجازات نعم. طيب اذا بدي اروح بس فاطمه، اخترتي تحطي هذا الاشي على الفيسبوك، طب بهالوقت كله اللي محطوطه فيه الصور انه شو كانت رده فعله؟ لقلك انا اتصلت بالقوى الامنيه وقتها كنت عم بنضرب ودم كان على الارض، قلت لهم تعوا، صرت انا عم صرخ انه تعوا وبليز رح يقتلنا وما بعرف شو، قام بيقولوا لي ما انت تعي ما فينا نجي نحن. قام انا ساعتها قلت انه يمكن انا هلا اموت وما حدا يعرف، فدغري صورت حالي قبل ما ارجع دوخ. ايه بس الفكره لازم انك تصوري حالك بوقت هالقد إيه اكيد لانه هيدا لانه هو كل مره بيعمل شيء بيرجع بيحلف وبيحطوا ايدهم على القران انه هن ما عملوا هيك، انه ما بعرف شو ما عندكم دليل وما تصورتوا. هيدا سبب من الاسباب اللي خلاها يعني انت بعدك لحد هالدقيقه عم تعرضي للتهديد اللي خلاه يضربها، لانه عارفة عم بتجيب دليل او شيء. ولا تفكري انك تجيب رصاصه معك جبتيها معك على الاستوديو اليوم؟ ايه لا هيدا لانه عم بقول انه ما تحركت القوى الامنيه لهلا، وانا بعدني انه واحد يوصل للقواس يعني شو بعد في شيء. هي قصه الورثه
فيها شيء لصالحه لانتم عم تجربوا تحكوا بهذا الموضوع؟ انا ما عم برر له بس تعرف ليش تعتي مع هالنقطه بالتحديد. نحن ابدا ما جربنا نحكي مدام كركي. هو بده يحرفه بدنا نفوت بهالموضوع. نعم نحن بهالموضوع الورتي ما بدنا نفوت فيه. ايه بس انا بدي افوت فيه، بدي اعرف اذا في شيء. نحن لا انا ما بدنا نحكي بهالموضوع لانه اذا بدك هي موضوع بمحل ثاني كثير على موضوع الورتي. نحن اللي بيعنينا من كل هالقصه الاعتداء اللي تعرضت له البنت. البيت لامك يعني؟ ايه طبعا. نعم وهو ما له حقوق معينه اللي هو عم يتصرف بهالطريقه الهمجية. لا هو عنده وكاله على كل املاك جده ما خصه بالبيت. هيدا على كل حال لا يبرر اي شيء عم يعمله. ايه طبعا هو كتب انتظار انه كان يتصل فينا. على كل حال في يتصل فينا باي وقت اذا عنده على كل حال كلام يقوله. شو ما عملت انا حتى لو نعم. رحت استفزيته وهو ما صار هيك ما بحق له يمد ايده علي ويعنفني نعم. بهالطريقه. اتصل حدا من العائله بده يحكي بس ما كان صاحب العلاقه عشان هيك يعتذروا منه الشباب بانتظار انه هو تحديدا يحكي بهذا الموضوع. نحن رح نتابع فاطمه بتامل انه هذا الشيء يعني يوصل للاشخاص المعنيين ونقدر نحاصر هذه المساله سريعا. وبتامل كمان يعني استاذ محمد انه يكون في خطوات اكثر من رجال العائله باتجاه هذا الموضوع كما تدفع فاطمه حقه. من رجال العائلة يعني يكون في اكثر احاطه والاشخاص العائلة. يمكن اللي ساندينه مثل ما عم بتقول. بالعكس في ناس عم بحرضوا. انت عم بتقول انه في اشخاص ساندين ومش في ناس من العائله عم بحرضوا. نعم. وفي ناس ما تحركوا مثلا لما انا كان اولادي عم يتقوس عليهم وعم ينضربوا ما كان حدا يتحرك بس بدنا نطلع على النشر وقفوا لنا اياها. كان في ضغط بلش وعدكم بشيء؟ وعدكم بشيء؟ لا طيب. لا نحن رح نتابع ملفنا وللاسف ملفنا بعده عن العنف كمان وكنت ذكرت انه هاشتاج الليله هي حميها ما تعنفها. نسرين روحانا هي شهيده. أنا بس اذا ممكن نقول كلمه ما بعرف اذا نعم. أنا بنتي إذا بيصر أي شيء بأي مطرح أو أي حدا من أولادي بحملهم مسؤولية لإلهم. لا خصوصاً اللي عم يهددوا في ناس تهديدات مبطنة وفي ناس نعم. نسرين روحانا قتلت الأسبوع الماضي على يد زوجها، هالأشياء اللي عم تتكرر والجرائم البشعة اللي عم تتكرر برسم يمكن بعض رجال الدين اللي أحياناً بيوقفوا قدام القوانين وبرسم كمان رجال القانون اللي أحياناً بيطلعوا تصريحات الحماية بوقت متأخر ويمكن بتكون منا حماية مثل ما لازم تكون، حماية لازم تكون وقت التهديد مش بعد الجريمة، خلينا نشوف الروبورتاج سوا ومن بعدها نستقبل ضيوفنا الكتار الليلة بهالموضوع. واحدة تلو الأخرى سقطنا، قتلنا أمام أعين الجميع، أمام القانون والمجتمع والجمعيات، قتلنا وستقتل الكثيرات الكثيرات، قتلنا فقط لأنهن نساء. منذ عدة أيام قتلت نسرين روحانا، كانت تعلم أنها ستموت، كذلك أهلها، كلهم كانوا يعلمون. ورغم كل الاحتياطات لم يستطيعوا حمايتها. هي اجت خبت عند اهلها وقالت لهم ساعدوني، كان على طول بيضربني، على طول معاشي ما بشوفه، بروح بيسحبه، انا بصرف على الاولاد وانا بعيشهم وكل يوم بتعميني قتله. وجسمي وقت كنتوا تشوفوه كان يضربني وانا مش قادره احكي على اساس بدي ربي ولادي. بس هالمره ما بقى فيني لانه هددني بده يقتلني ويقتل اهلي. شو الأسباب؟ بحشش طلع له 6-7 سنين بحشش جوزة بدنا قعدين نحنا ما رح نسكت على شيء أبدا ما كانت تحكي كانت تسطر عليه كتير نحنا نقلع عم نسمع هيك عم يعمل هيك هي ولا كلمة بالآخر عرفنا إنه إذا بتحكي بده يهددها وصار يبعث لنا تهديد إلي ولبيا بعدين قالنا ما رح أقتلكم بدي أحرق لكم قلبكم عملنا بالبنت وبعث لنا قبل بجمعة خبر انه اشترى فرد بيع اوضه النوم واشترى فرد تيقتلها. كنت اطلع اجيبها من الشغل. تنضل معك متى ما تكون وحده. جربت الدولة والدولة ما حميتها، لأنه ما حدا اهتم، ما حدا ركض. بس تروحي على المغفرة تقولي انه الرجال ومرته بقولوا لك بكره بيتصالحوا، ما عندك واسطة، ما عندك ظهر. منا زعران. هي كانت قبل بيومين مقلقسة. عم بتقول عم بيبعث لي مساجات تهديد هلا ناس عم بيوصلوها ناس عم بيجيبوها بس ما اجى ببالنا انه حيقتلها يعني وصلت على الاباسات الاشرفيه هن عاملين لهم باركينج برات الهيدا ما لحقت طلعت نتفه على مفرق الطريق كان هو لطيله نط عليها هي ورفقتها يعني تفاجئوا فيه مش انه جاي بسياره كان مخبى
شدها بشعره وحط لها الفرد براسها. هو أخذها وضل طالع على صوب نهر إبراهيم. فتحت الباب بدها تظهر، قوصها بكتفها، برمت ثوبه هيك قوصها بعينها، طير لعين ورجع قوصها بقلبها. راح البيت وصل صف السيارة وطلع عند أمه، قال لها عرفتي ما عتست السكينة، قوصها بالفرد. أيها النواب، يا رجال الدين، يا رجال القانون، قولوا لنا كم ضحية تريدون بعد؟ كم ضحية تريدون لإقرار نظام يحميهن من القتل؟ هذا الكلام بهذا الموضوع ما بيخلص. يمكن المرأة عم بيكون عندها بس ثلاث حلول، إما تقتله إما يقتلها إما تنتحر. الأمور كلياتها عم بتبين الصورة إنها عم تشتد سويدا، كل ما يزيدوا الضحايا عم نفكر أكثر شو عملنا للي راحوا قبلها، وشو بانتظار شو إنه كم ضحية بعد تروح لنقدر نتحرك ونفعل هالقانون بشكل أسرع بكتير. اليوم ضيوفنا راح يكونوا ست ليلى يعقوب والدة رولا يعقوب، ندى عاصي والدة منال عاصي، عايدة بكور والدة فاطمة بكور، والأستاذ جورج أبي راشد محامي نسرين روحانا. نسرين كانت الضحية الأخيرة الأسبوع الماضي. أستاذ جورج، يعني القانون لو بينت إيجابيات كتير، لا يزال عدم تفعيله وسرعته عم بيسبب النتيجة ذاتها لإمتى؟ أول شيء متشكرك أنك عم تضوعي هالموضوع اللي هو الحقيقة كتير موضوع مهم يعني. ويمكن نسرين آخر ضحية لحد اليوم، إنما هي أول ضحية بعد صدور قانون حماية النساء من العنف الأسري. وهي كانت اشتكت، يعني أخذت قرار صحيح بالحماية. صحيح. نعم. نحن أخذنا قرار بالحماية، وكان في عنا ملاحقتين بحق، وكان في عنا ملاحقة جزائية أمام النيابة العامة، وجلستها بكرة تهديد بالقتل. كان موضوع الدعوة بكرة تهديد بالقتل، وكان في ادعاء نيابة عامة، وكان في عنا موضوع تاني قدرنا أخذنا قرار الحياة كتير جريء من قاضي الأمور المستعجلة بالمتن. هالقرار هيدا يلي أمل للحماية ويلي عطاها حضانة الأولاد لنسرين. إنما للأسف القرار ما تنفذ لعدة أسباب، لأنه في عدة نقاط بالقرار ما قدرنا نفذنا القرار مثل ما كان يفترض. شو هي هو السبب الرئيسي؟ طبعا نقول كل مرة عدة أسباب ونحن نحكي عن ضحية يعني. رح قلك السبب الرئيسي، أنا برأيي السبب الرئيسي إنه القاتل سواء كان في قرار أو ما في قرار كان بينفذ جريمته، سواء تنفذ قرار او ما تنفذ، اذا عنده النيه الجرميه كان بده يتنفذ. شو عم يقول؟ يعني عم يقول نحن لازم ننتظر ليصير هذا الشيء؟ لا اكيد مش رح يصير على كل الاحوال. ليكي ستريما، اذا القرار ما تنفذ يعني ارتكب جريمه، يعني عم نحكي عن شخص متورط بمخدرات كمان يعني. نعم. المساله لا تنتظر. اذا ما تنفذ القرار وارتكب جريمه، كيف لو تنفذ القرار؟ شو كان عمل هالرجل هيدا؟ هالصبايا شهيدات، ضحايا إهمال. نعم. ضحايا قانون بطيء، ضحايا حتى رجال دين عم بيقرروا إنه أولادهم بعد كل اللي صار فيهم يكونوا بحضن الزوج اللي بيطلع له مبررات أحيانا وبيظهر، مثل حالة. نعم. مثل حالة رولا يعقوب بالتحديد. بس خليني قبل ما أروح لعند رولا، والدة فاطمة بكور اللي قتلت وهي حاملة صورة ل. نعم فاطمة أكيد هيدي صورتها. خلينا نفرج صورتها على الكاميرا شباب. تفضل. هاي صورة فاطمة بكور الطفلة اللي اندبحت. يا وين صارت قضيتها لفاطمة؟ هاي كمان صورتين يا لألي يا وأبوها ويا عروس. ست عايدة عندها أولاد هي غير هيدا؟ لا يا حبيبة قلبي، لا هي كانت مستقيمة بالسبعة شهور. بارك. ما عندها أولاد. طب وين صارت قضيتها؟ قضيتها صرنا يا حبيبتي بالجنايات. اللهم صل على النبي. هلا وقت اللي انقتلت فاطمه قام كل وجهاء المنطقه مرياطه قالوا انه اذا طلع القاتل من مرياطه بدنا نتخلى عنه، وعملوا بيانات ووزعوها. نعم. من الشيء. نعم. لما اللي طلع القاتل خالد احمد ياسر الغوراني كلياتهم دعموه، حطوا له محامي. مين كلياتهم يعني؟ يعني كل الوجهاء بمرياطة. يعني معقوله يعني استاذ جورج بتصير كمان هاي القصص مناطقيه وطائفيه؟ ومين؟ لا لا لا، لا ما في طائفه. نحن لا عم بحكي انه غير منطقه. عم بحكي نحن فرد طائفه. لا عم بحكي انه غير منطقه. ايه؟ صارت القصه. ايه؟ يعني دعموه عم. نعم. يحطوا له محامي وعلى اساس انه يتبروا عنه. لقلك انه فاطمه هلا الستات كلياتهم انه قالوا في عنف قبل وفي شكاوي وفي فاطمه. لا فاطمه ولا في عنف ولا في شيء ابدا. بدك صار لها مجوزه فاطمه 10 شهور. عفوا 11 شهر. نعم. ومستقيمه بالسابع وطفله عمرها 20 سنه
وفرحانه بزواجها وبيتك. وهو شو قال؟ هو بالاول لقط شباب انه على اساس هن. شو قال ليه قتل؟ ما قال. بعد ما قال انه هو قتل رجع حبيبتي نكر، ولا المحامي عم يعلمه والمحامي عم يدافع عنه. ست ليلى، بدي احكي عن رولا. رولا وين صارت قضيتها؟ وبدي احكي كمان يمكن رولا اكثر شيء بتوجع قضيتها، لانه في حواليها اشياء مش مفهومه، في شخص اخلي سبيله، وفي قضايا عم تتاجل، وفي اولاد ما عم بيطلع لك مجال تشوفيهم. خمس بنات، الصغيره كان عمرها 7 شهور شايلة عن صدر امها، قتل البنات بالاوضه وضربهم بالاوضه وبلش بمرته. طق لها رقبتها، شدها بشعرها وطق لها رقبتها من عندها ظهرها من عندها ايديها. قد منو قتلها ايديها كلها هون مشعوره. عم تشوفي البنات؟ لا، مره وحده 5 دقايق يمكن نزلهم، تاني نزلهم على غايه، بده ينزل هو بده ينزل على البيت. انه شو هالزقاره شو هالوقاحه؟ بدهم اياك البنات انه انت تتنازلي عن القضيه؟ عم يغسلهم دماغهم ولا هيدا؟ ايه عم غسلهم دماغهم. كيف بدي انزل عن القضيه؟ طب 6 شهور بيطلع بقضية رولا يعقوب، كيف بيتحقق مع الاولاد بوجود حدا من اقارب الزوج عمتهم تحديدا؟ يعني هذا شيء مش غريب. هو اجمالا الاولاد اذا بده يتحقق معهم المفروض يكون في حدا من جمعيه الاحداث موجود معهم. في حدا بس في عمتهم معهم كمان، كيف بدهم يحكوا؟ المفروض كانوا يطلبوا انه المحامي يكون يطلب انه يكون وحدهم الاولاد امام القاضي لحتى يقدروا ياخذوا راحتهم وياخذوا التحقيق. قبل ما اروح لعند ست ندى، في قصه يعني الكلام اللي بينقال حول اي امراه تقتل اللي ببلش يطلع على تخفيف العقوبه على تخفيف العقوبة كل ما له علاقه بعلاقه اخرى. أيوة وبخيانه وبكلام صحيح مقرف صحيح مقرف. يعني ما بعرف شو بدي اقول عنه هذا الكلام. يعني للاسف رجال الدين لحالهم لازم ياخذوا قرار انه هالولاد لازم يكونوا بحضن على القليله اهل الضحيه. يعني هذا شيء مش مسموح، انه مش لانه هن من حقهم تعويض، لانه الاولاد معرضين لتعنيف اكبر بعد. صحيح. يعني هن مشروع صحيح ضحايا ثانيين. هذا شيء غريب غريب انه يستمر، غريب. يعني القانون لا يزال عم يعرج. يعني لا، لا من المفترض بدك تاخذ رايي الست بالاول. بدي احكي ست ندى. تفضلي. ست ندى، حضرتك والده منال العاصي، يمكن انت من الناس اللي ما بدي اقول عانوا بشكل مزدوج، بس انت اندعيتي لتشوفي مشهد القتل. يعني في وقاحه غير عاديه وفي اجرام هالقد طبيعي ما فيك تتحمليه. يعني 10 اشهر ما فيك تتحملي غيابها. ما بدنا نبكي ست ليلى، شو قلنا نحن؟ ايه ما بدنا نبكي، ما بدنا نبكي كثير كرمال بنات. عميت قد ما بكيت على جاي وصل قضيتي، ما بدي بقى ابكي خلص، ما حدا عم يفهم علي. ما هو بقية قتلها بيت، بقية قتلها بيت، بقية قتلها. اذا قتلناه حطيناه بحضننا وزلك وين الحق؟ وين صار هلا؟ هو هلا؟ ايه بالحبس. ولادها معي. كيف قدرت تحصل عليهم؟ برضاهم البنات، انه انا ام امهم، انا حاضنتهم. هو قتل لي بنتي، حط لي اياها بالحبس، انا جبت عرضه حطيته لعندي اربيهم. انا ما انتقمت من الاولاد ولا بنتي ام من حدا. ما ذنبهم هن لحالهم ضحايا. هول اولاد بنتي بشم ريحه امهم فيهم، بشم امهم فيهم. شو بيحكوا؟ شو فهمانين الموضوع؟ شو بيقولوا؟ متعنفة ماما من 16 سنة هي بنتي بتتعنف، ونحن بنسكت. نحن بنسكت بنقول بس وعيب، وما بدنا نحرم أولادها وجوزها وتجوز عليها وكل شيء، ونحن ما بنحكي. قد إيه أعمارهم البنات؟ 16 سنة، 13 سنة. يعني أنا قد ما أكون ست حنونة عليهم بكل شيء، بس ما مثل وجود أم وأب بناتهم. تعنفوا هن منه كمان؟ هن كانوا يتعنفوا منه، هو كان صعب، هو شرس، هو العالم كلها بتعرفوا مين هو شرس. بنتي منال طاهرة شريفة عملها ما بتسوى، عم بحط لها ببنت براس بنته انه بكره بتشوفي كيف حيطلع الحكم انه بنت اخت امك العاطلة، مش انا العاطي. كل الصفات الوسخة اللي فيها حتى فينا حتى ببنتي. خلص يرحمنا بقى يبعد عنا. انا بدي القضاء، انا ناطره القضاء، ربي قضاء الارض. ما بدي اقول في امل بالقضاء سريعا بهيك مسائل، لازم يكون في قضاء. يعني بعد كل شيء تحسن، بعد كل شيء تحسن
هالبطء لحاله عم بي يعني عم بيخلق كمان ضحايا جديد. هو البطء بتعرفي البطء لانه في كثير قضايا عالقه وعدد القضاة يمكن قليل شوي نسبه لانه العالم كثرت المشاكل كثرت، انما بالنهايه اكيد كل واحد بده ياخذ حقه. في الازهر ما فيك تنطري المجرم، ما فيك تنطري بكل الاحوال، يعني في قضاء في احكام عادله، انما العبره بالتنفيذ وهيدي اهم شيء. طب اذا انا اخذت حكم وما قدرت نفذته شو النتيجه؟ يعني العبره بالتنفيذ. انا معي حكم عن نسرين روحانا، يمكن لو نفذني يمكن كان الى حد ما تعاقب زوجة الجاني، يمكن كانت. هلا شو مطلوب من اي امراه تتعرض للتعنيف؟ خلينا نسمع من بالنسبه لي. تفضلي. انا مطلوب ينعدم كل شخص بمنطقته وين ذبح البنت بمنطقته وزيتها قدام امه الله، مثل خالد احمد ياسر الغوراني ينعدم بنص ساحه مرياطه، لانه فاطمه بكور كانت ما في شو بدي اقول لك عليه، ملاك 20 سنه الله فوق وزوجها تحت، وكل الدنيا بتشهد لها حتى اهله بيحبوها. نحن يا حبيبه قلبي هو صاحب السجن، وهلا المحامي عم يدافع عنه، كان عندنا جلسه مرقت اجلها، المحامي عم يتمطمط بالقضيه، عم يتمطط كثير مبين، يعني عرفتي كيف؟ لاسباب تافهه جدا. اللهم صل على النبي. نحن طالبين دولة تاخذ حق بنتي. نعم. نحن فينا ناخده بايدنا، بس لا، ناطرين القضاء، ناطرين الدولة. يعني قصة بايدنا كل ام بتقولها. طبيعي. ما في حدا يعترض عليها. حبيبة قلبي كل ام بتقولها ما في حدا بيعترض عليها. بس نحن فالقانون ورجال الدين يلحقوا المجتمع وين حيصير. يلحقوا. لو واحد بس من الشباب انعدمت بيكون قدوة للباقيين كلهم، ما بقى يكرروا هالفصل. هيدا أقل شيء على كل حال القدام. خليني إذا يعني الشخص ما بيقدر يكون عنده أطفال قدامه ولا بيعرف شو يعني أمومة وشو يعني المرأة تكون تاج البيت ورأس البيت، تعامل بهذه الطريقة البشعة. كل شيء بالبيت الآن. وتوصل. نعم. كل شيء الآن بهالحياة. بدي أعرف بس ست رولا، بس ست إبرولا. نعم. شو بدك تقولي لي؟ شو المطلوب؟ صرختك لمين الليلة؟ مطلوب للعدالة وللحق. لما تسمعي بقصص إيه؟ مثل نسرين، قصص عم بتصير وراء قصص رولا، وبنتي من الجملة ضحية، شو بتحسي؟ حس حرقة القلب. ما عم نوصل لمحل. بعدنا بمحلنا. ما وصلنا محل، بيحبسوه 6 شهور وبيطلع. وين القانون؟ وين الحق؟ وين العدالة؟ وين؟ اللي كسرها راسها، ايديها، جسمها، متحبسها تحبيس، نتفرج شعرها تنتيف، أبجع جريمه، أكثر من هيك أبجع جريمه بنتي. كيف الطريقه لتسترجع الاولاد؟ انا الاولاد الصراحه انا مني اقدر اربيهم، بس كل مده يبدوا لي تشم ريحتهم من ريحه امه، بشم ريحته كان يشمت ريحه امه. هو هلا فلتين بحجه انه معقول يكون بريء. شو رايك بهذا الموضوع؟ بدنا نشوف العداله وين، وين الحق؟ وين الحق؟ ما بعرف. بيحبسوه 6 شهور يا استاذ، وبيطلع بريء لانه خيه غني دافع مصاري ليوم المصاري. هلا طلع حكم، اذا ما طلع حكم هلا بيخلوا له سبيل مؤقتا لحين لاخر جلسه بيرجعوا بوقفوه، بيرجع بيتوقف باخر جلسه. في واسطه ودعم بهيك قصص؟ يعني بيرجع بيتوقف. عنده 5 بنات بالبيت، عنده 5 بنات بالبيت. نعم. ما بعرف فينا ننام. انا بحكي كانون في واسطه، ما في واسطه، في واسطه ما في واسطه. ما فينا نعرف. يمكن لا ما في لك. انما اذا اخلي سبيله للمتهم عند اخر جلسه لازم يرجع يتوقف لحين صدور الحكم. نعم. هيدا بالقانون. بمواضيع اللي لها علاقه بالاحوال الشخصيه وبرجال الدين وبالكلام. نعم. عن الحضانه وسن الحضانه والقوانين الشرعيه بهالمحل، امتى رح يكون في من الممكن انه يكون في نقاش؟ لما اولاد يتعرضوا كمان لتعنيف ويموتوا بدورهم؟ ايه هلا بما يتعلق بالحضانه، أن تضع الولد بحضن المعنف. إذا بالحضانة إجمالاً، إذا كان الولد حسوا أنه معقول يكون معنف عند حدا من أهل أمه أو أهل بيو، تنقل الحضانة إلى معنف من بيو مباشرةً، الأولاد مع بيهم. إيه ممكن ينقلوا ساعتها. تبه في كل شيء بيرجع للمحاكم الروحية، لأن هون ما عندنا محكمة موحدة للبد بهالأمور هيدي، وكل مذهب حتى كل مذهب عنده أحوال الشخصية طبعا وعنده قوانينه الخاصة. نعم. كل مذهب هو بيقرر وين بده يكونوا الأولاد. في كلام عن غسل دماغ للاولاد، وفي كلام عن ما بين بس سرجوا يحكوا معي الا بيقولوا للبابا ما قتل ماما. وفي بنت غيرت اقوالها، يعني كانت عم تحكي عن مشهديه معينه حتى رسمت المشهد واختفى هالشيء من الملفات. يعني في اشياء ايام غريبه بس تسمعها. ما هالشيء صار معنا كمان، ما هالشيء صار معنا. لكن يا استاذ عفوا كلمه، وقت كان عم يقتل بناته الكبار
تجهل اللي كان عمره 4 سنين ونص وتجيب قلم وورقه وبترسم بيها دقيقه واحده. هذا اللي عم نقول انه اختفى من الملف. نعم اختفى من الملف وبترسم خياته. ست ام منال، قولي لي صرختك لمين الليله؟ لا كذا رب العالمين، ما مسامحته، ما مسامحه كل واحد أدى بجريمة بنتي، وبعدها حنحط لهم كلهم إن شاء الله. كيف البنات عم يتعاطوا بين أصحابهم ومدرستهم وضعهم النفسي؟ وضعهم النفسي يعني قد ما أنا كون عندهم ونيسة وجدهم وستهم والكل وهيدا، بس بضلوا في عندهم نقص، المجتمع ما عم بيرحمهم. أهل القاتل في حدا منهم بيطل بيشوفكم عنده موقف في تواصل نفسه؟ في تواصل هن وبيت جدهم، انا ما برفضها لانهم هول بيت جدهم، ما حدا بحب هالجريمه تكون، عرفتي كيف؟ انا بتشكر الاستاذ رائد حمدان اللي هو قايم معنا بهالهيدي، وانا متكله على الله وما بسامحته لا هلا ولا بعدين. وقتنا انتهى على امل انه هذا الملف يكون برسم رجال الدين ويمكن انفتاحهم اكثر على بعض الامور ويمكن تعطيهم الاهم بموضوع سن الحضانه وطريقه التعاطي مع وطريقه التعاطي حتى مع بعض الزيجات اللي ما فيها طلاقات. يعني في صعوبات جمه وفي ضحايا عم تتراكم. هو الحل انه يسهلوا الطلاق في حال كان في طلاق، الحضانه الاولاد لاولى حلول هيدي عند كل مذهب من المذاهب، والقضاء عم بيعمل واجباته إلى حد ما، يكون في تنفيذ لأحكام قضائية تتلاقي الحل. نحن وقتنا انتهى شباب، رح نطلع بريك رح نكون بنقل مباشر مع من وسط بيروت مع قسم الأخبار لنتابع تحرك أهالي المخطوفين من الجيش اللبناني، ومنتابع من بعدها برنامجنا على أمل أنه يكون الأخبار كلياتها باتجاه الإفراج عنهم، يكونوا فرحة أهلهم كبيرة، على أمل أنه ما يصير أي شيء يقهر قلب أي أم، وخاصة أم لجندي بالجيش اللبناني عم يعطي من حاله وعم يعطي من دمه وعم يعطي يمكن من قهر أمه وقهر عائلته عليه في سبيل هذا الوطن المتعب. بريك ومنتابع. ببلد العتمة وقلة الكهرباء، أسانسور على العداد، الطلعة ب 500 والنزلة على الدرج، وبالنهاية في شرج زكا يعني المخترع حسن كامل الصباح بيقربنا. في غياب رقابة الأهل، جنس تحت سن العاشرة، ماذا يقول الدكتور رائد حول هذا الموضوع؟ هلأ صاروا مسكرين نص مسالخ لبنان، ويمكن هلا من هون لجمعة الجاي يعني يكونوا سكرون كلهم. طيب ما فهمنا وين عم يذبحوا؟ شرف تضحية وفاء شعار بخيل كتير على الجيش اللبناني، هالجيش المختلف عن كل جيوش العالم، هالجيش يمكن اللي بيقدم من روحه وفدا هذا الوطن، اللي يمكن بيتحملوا أمهاتهم وأولادهم كتير ببعضهم عنا. يمكن الجيش اللبناني له دايما صورة مختلفة لأنه جيش علينا كلياتنا المستفورة، على أمل أنه هالقضية تخلص على خير. نحن رح نتابع مشاهدينا موضوعنا لليلة. موضوعنا وصل هلأ لمطرح بدي بلشه بإيجابية بعد موضوع العنف ضد المرأة، أنه ضيفنا أصر أنه زوجته تكون معنا بالاستوديو، وهذا شيء لقيته كتير إيجابي. ما هيك فرح؟ اسمه فرح كمان. لا حلو كثير انه شخص يصر انه زوجته تكون معنا بالاستوديو، مع انه عم نحكي عن اختراع خاص فيه لفرح. فرح قرر بظل ازمه الكهرباء الموجوده بالبلد انه يعمل اختراع على الاسانسور للاشخاص اللي ما فيهم يدفعوا ايام حق اشتراك، او للاشخاص اللي ما بيقدر الموتور كقوه كهرباء انه يقدر يغطي الاسانسور كمان، اختراع انه بنسقط 500 ليره بالاسانسور وبيطلعنا. وراح نشوف التقرير لنستوضح اكثر عن هذا الموضوع، بس نسلم على زوجتك قبل. بدي اقول لها في هناك من ينصف المراه بكل الاحوال. رح نطلع على الريبورتاج ومن بعدها نناقش فرح كيف اجت هالفكره على راسه. انه العالم قاعده كلها على الدرج من فوق لتحت، طلعت فيهم هيك قلت لهم شوفي ليش واقفين على الدرج؟ قالوا لي بدنا نطلع على البيت، قلت لهم ما في درج طلعوا على البيت على الدرج، قال ما فينا نطلع على الدرج ما تعودنا على ال 500 ليره.
ساكن على السادس طابق يعني هون، وبيجي ثلاث اربع مرات بالنهار، وكل ما اجي بتسائل ما في كهرباء. قلت بجيب مولد كهرباء وبستعمله لحالي، 15000 دولار بجيبه بس للاسانسير وبستعمله بطلع فيه على البيت وبطفي بس اوصل. ما بتجي انت بدك تقول له للمشترك تدفع 50000 و100000 هون، بيقول لك انا ما بدي اياه، ما بحاجته، انا بطلع ماشي ما عم استعمله. ادفع 500 لانه في عالم ما فيها تدعم الاشتراك. اشتراك الكهرباء للاسانسير 300 دولار 400 دولار. قلت اضبط شيء، بدي اعمل طريقه انه مين ما اجى يقدر يستفيد منها للموتور، يعني يقدر يستفيد يطلع بالاسانسير. اذا ذكرت العاب مدينه الملاهي، انت بتحط بالاجه بتمشي السياره بتلعب فيها دقيقه دقيقتين بتوقف. بس تضوي اللمبه الصفراء الصغيره فينا نحط 500 ليره، وبس نحط ال 500 ليره بتشتعل اللمبه الحمراء الكبيره. مجرد ما اشتعلت اللمبه الحمراء الكبيره خلال ثواني بصير في كهرباء على الاسانسير لمده حوالي دقيقتين. قالوا لي في مهندس جينا عم بطرح قدامه هالفكره، صار يضحك علي، قال لي بدك تشغل اسانسير على 500 ليره؟ ما اخذني بعين الاعتبار، افتكرني انه ايش ابن شيء بعقلاتي، كيف اسانسير ومولد كهرباء كبير حتشغله على 500 ليره؟ المهم تشغلته، كانت عمليه هيدي بسنه 2011 وعمليه يعني ضجت هون، عطت شو هال صاروا يسموها بنايه ال 500 ليره هون. اجت فكره ثانيه انه اعمل مقسم ما بين بس يشتغل اسانسيرون يوقف اسانسيرنا، وبس يشتغل اسانسيرنا يوقف اسانسيرون. تنطفي اللمبه الصفراء بياخذها بنايه ثانيه، بتشغل لك اذا بدك تضحي كلها على الموتور واحد. وبالنهايه في شرج ذكاء يعني المخترع حسن كامل الصباح بيقربنا. فرح اول شيء انجاز هيدا. فعلاً كان شيء مش طبيعي. أنا حسيت في حدا من البيت عم يسقف لنا. لا فعلاً يعني هو من الأساس هيك على فكرة. البناية شو كان اسمها قلت لي؟ النجاة. إيه وصار اسمها بناية 500. بناية 500. كم بناية صاروا هيك هلأ؟ يعني صاروا شيء 16 بناية. طب لما تنفقد قطعة كيف عم تعمل طريقة لترجع؟ بخترع وحدة بدلها. بخترع. أول مرة قلت هالفكرة لحدا أكيد شو؟ ما صدقوا. قلت انا اول ما اجت ببالي وحبيت نفذها قمت رحت عند اشطر مهندس بلبنان، اتصلت فيه قلت له يعطيك العافيه، قال لي اهلا، قلت له انت اعطوني رقمك مشان بدي انفذ هالفكره. اي قام قال لي فكره شو؟ قلت له بدي احط 500 ليره وعبر اجي شغل مولد كهرباء، بدي اطلع استفيد من هالموضوع. هلا حيطلبوك، حيصير بزنس هلا هذا الشيء. قام قال لي 500 ليره شو رايك نعملها على 750؟ قلت له شو عم تمسخر؟ شو بياخذ هو ال 250 عم تمسخر؟ لا قال لي شو عم تمسخر؟ اللي عنده اهداف ثانيه. قال لي ليك مين عاطيك رقمي؟ قلت له فلان الفلاني اعطاني رقمك. ايه قال لي انتم عم تعملوا علي فيلم عند شو رجع قال لك بعدين؟ بعدين قال لي انا بطلت اشتغل بالالكترونيك، ما خصني بالكهرباء، اللي اعطاك رقمي قال له غلط الرقم. لا بعد ما عرف انك نجحت ما قلت له، ما تلفنت له. هلا كم بنايه صاروا هيك؟ هلا صار 16 بنايه. 16 بنايه بنفس الطريقه؟ بنفس الطريقه. هيدا مدخول جديد لك تستحقه على كل حال محل. كثير مدخول جديد تستحقه بمحل، يمكن هلا يتعمم هالشيء على الكل. عم يتصحل كثير، عم يتصلوا فيي وعروضات ومعروضات، بس انا ما مش كل المشاريع بتناسبني لانه في بنايات ما عليها كثير ضغط، يعني في بنايات ما عليها حركه كثير. هلا انت بتخترع القطع الغايبه وانت تخترع هيدا، قد ايه صار هيدا الحل موجود بالبنايه؟ هيدا من 2011 نفذته. والاهالي كيف ردت فعلهم؟ ردت فعلهم اول شيء في وحده قالت لي انا يعني هلا بس حط ال 500 بشفطني الاسانسير. قلت لها شو بده يشفطك الاسانسير؟ قالت لي بيفتح الباب لحاله وبياخذني على بيتي. قلت لها شو هو شو عم اسوي لك انا مادة شفط؟ لا عادي بتجي الكهرباء، اعتبري انت اعطيتني 500 ليره لكهرباء لبنان وفتحت لك الكهرباء على الاسانسير دقيقتين توصلي على بيتك. الموتور بده موتور يعني مضمون ال 500 دقيقه؟ لا انا بفتحها قد ما بدي. ايه لا انا قصدي حدا طالع على طابق كثير اعلى بعيره يا زيدها قد ما بدي، بزيد لعب الوقت قد ما بدي لانه انا اللي صممتها وانا اللي نفذتها. ايه بس قصدي هو لما بيحط النص ليره مضطر يحط اكثر من نص ليره اذا بده يطلع على طابق 11 او 12. لا ما انا بعملها لاخر طابق، من اخر طابق نزول لتحت ومن تحت لاخر طابق، يعني المسافه وبعطيها زياده. وفي مرات بيشتكوا بيقولوا لي ما كفت الوقت، بزيد لهم الوقت. النزله مبدئيا مشي فيك تنزلي بالاسانسير، بحط لك الناطور 500 بدل ما تستعملي من فوق لتحت من تحت لفوق، بتستعمليه بالقلب. يستعمل بالقلب اذا حدا عنده ظرف صحي. ايه صح في كثير. ايه. في مثلا مره ختياره بدها تنزل من 11 للعاشر بحط لها الناطور 500 او بينزل ولد صغير بحط لها ال 500 وبتستعمله بدل بالمقلوب. نحن بنهنيك على كل حال، الاختراع يستحق الاضاءه عليه، بنقول انه حلو لما اشخاص يعني الحاجه ام الاختراع يخترعوا شيء ليحل ازماتهم، خصوصا ببلد مثل هيدا بحاجه كلنا نخترع فيه. يمكن بدي الكلمه الاخيره بهذا اللقاء تكون من امل لك لانه انت اصريت تطلع معك. امل قولي له شيء. يعني
يعني شو ما قلت له قليل صراحة. خلص هاي لحالك شو ما قلت له قليل. نحن عنا بريك وراح نفوت على موضوعنا مباشرة. عنا آخر بريك ومن بعدها نختم حديثنا الليلي بموضوع كثير مهم يهم كل الأهل اللي عندهم أطفال بالبيت، والتكنولوجيا تجتاح الجميع. يمكن هلأ دكتور رائد حيشرح لنا أكثر كيف ممكن ننتبه لهذه المسائل. في غياب رقابة الأهل جنس تحت سن العاشرة، ماذا يقول الدكتور رائد حول هذا الموضوع؟ كنا عايشين بسما لبنان، ونحن لبنانيين ومنضل لبنانيين. وصلنا لموضوع خوفني على مدى 3 ايام من وقت ما وصلني هذا الفيديو على تليفوني، اللي هو ما بعرف شو مصدره، صديق بعته بس قال لي انه ما بيعرف شو مصدره، وكانت ام بعثت له اياه لانها خايفه على كثير اولاد انه يصير فيهم الشيء نفسه. ترددت انه احكي على الموضوع لانه كثير بشع الفيديو اللي انشاف، وهلا الاشياء اللي نقيناها منه بس للاشخاص يعرفوا قد ايه الخطوره اللي ممكن تصير داخل منازلهم. 3 ايام ما نمت لما شفت الفيديو دكتور رائد بصراحه، وكل شخص عنده اولاد بتصور بيصير في نفس الشيء، اولاد عم بيمارسوا الجنس عبر مراقبه فيلم على الانترنت، يا الكاميرا تبع الكمبيوتر اخذتهم يا في كاميرا بالاوضه اخذتهم، عم بيطبقوا الشيء اللي عم بيشوفوه بحذافيره، وهول الاولاد تحت سن العشر سنين. ودكتور رائد قبل شوي بحس البي قال لي يا ريتني ما شفت الفيديو. بس يمكن لنعرف قد ايه تنقدر عن جد نحكي على القصة بحماسها الصعب إذا بدك، أو بوجعها الصعب. خلينا نشوف الروبورتاج ومن بعدها ننتقل لحوارنا مع دكتور رائد محسن، اختصاصي بالإرشاد والتوجيه الزوجي والعائلي. مؤذية هذه المشاهد وموجعة بغياب رقابة الأهل. طفلان دون العاشرة من العمر يمارسان الجنس، مستوحيان فعلتهما من مواقع الإنترنت والأفلام الإباحية. هذا الفيديو وصلنا من مصدر مجهول، لم نستطع تحديد مكان تصويره أو توقيت حصوله. أخفينا الوجوه والمشاهد قدر استطاعتنا، لكن لأن فظاعة المشاهد كفيلة بأن تقرع جرس الإنذار في كل منزل، قررنا عرضه لنقول أنه بوجود الإنترنت من دون رقابة أطفالكم حكماً في خطر. دكتورة خليني أول شيء يعني أسأل السؤال البديهي، شو وضعهم هول الأولاد تحديداً هلأ؟ يعني هل هن رح إذا ضبطوا أو تعالجوا، أو هل هن رح يكونوا ضحية متعة أدركوها؟ أو هن رح يتابعوا تقليد شافوه؟ أو ممكن هالشي فعلاً يوقف إذا عم نحكي تحت سن العاشرة؟ شو وضعهم هن بالتحديد؟ يعني هلأ هيك تعرفوا على الجنس، هيدي أول صورة عن العلاقة الجنسية رسخت بدماغهم اللي هو سفنجي، وعم بطبقوا اللي شافوه. هلأ قدي ممكن يرجع الواحد يعيد صياغة المفهوم الجنسي أو العلاقة الجنسية براسهم؟ صعبة، مش إنه ما بتحصل، ممكن تحصل، يمكن يرجع بيلاقوا معاني أخرى لممارسة الجنس. لكن مثل ما هو هيك لما نقول نحن التشويه وتشويش، هذا اللي حصل. مشاهد بتفرجي أنه قاطعين شوط، يعني هناك شوط يعني كبير بهيدي المسألة. إيه هني عبيد يعني منا مسألة مداعبات بريئة أو استكشاف. يعني هل هالولاد تحت العشرة السؤال يتمتعون؟ لا لا، هيدي هذا بخوف هالشيء. إذا كان هي اللذة الجنسية موجودة عند الأطفال بأي عمر كان، يعني ما بيعرفوا إنه اسمها لذة جنسية، بيعرفوا إنه هني عم يستمتعوا بهالشيء بس ضمن البراءة المعروفة. يعني لما يكتشفوا ذاتهم، لما ممكن يكونوا بالبيت عم يدقروا بعضهم بعمر معين بطريقة بريئة،
ومن هون الاهل المفروض انه دائما يكونوا لما الاولاد عم بيلعبوا يشوفوا بشو عم بيلعبوا، بس هون راحت يعني ابعد من خيال اي واحد منا. هلا اذا كان هالفيديو هيدا مصدره دوله غير موجوده بالعالم العربي، ويمكن هو كذلك، مش معناته ما بيصير بالعالم العربي. التكنولوجيا موجوده، تليفوني في يوصل تليفون ولد، صحيح التكنولوجيا يعني موجوده، الانحلال الاخلاقي موجود، والمرض النفسي موجود، لانه اللي عم بيصور او اللي حط الكاميرا اون داير الكاميرا ما بنعرف اذا هني او حدا حاطط لهم اياه للفيديو عم يتفرجوا عليه للدي في او للسايت على الموقع معين وتارك الغرفه، ممكن لانه واضح ما في شخص ثالث عم يتفرج عليه او لا، او في كاميرا بالغرفه او الكاميرا نفسها، صحيح اللي فاذا ممكن يكون حدا بيعمل هلا تحت العشر سنين. لا واضح انه ما في شخص ثالث معهم. ايه ما في شخص ثالث معهم. لذلك تحت العشر سنين، يعني الاهل كثير بيفتكروا اولادنا بمنقى عن هالاشياء هيدي، لانه نحن بيتنا ما بيصير هالشيء. خلينا نقول انه هيدا بيصير، بس يعالج هيدا الشيء دكتور رائد؟ يعني يعالج، هل يعالج او لا يعالج؟ خلينا نكون كثير واضحين. لا في الواحد يقول يعالج، لكن كمان معالجه نسبيه يعني، وهو اذا كانوا اخوه الكارثه اكبر. صحيح. هلا يعني لا بالنسبه لهالعمر هيدا يعني كارثه ذاتها. بس قصدي تجاه الاهل، ممكن يكون هلا هن صبي وبنت، ممكن يكونوا صبيان. يعني اوقات كثير في اهل بيبتعدوا شوي عن التثقيف الجنسي، لانه انا عندي صبيان ما ضروري يثقفهم انه مش عندي بنت وصبي عم بنام نفس الغرفه، كانه ما عندي خطر يعني. لا الخطر موجود. ان كانوا صبيان او كانوا بنتين او بنت وصبي والى اخره، بس بدي اقول انه ما حدا عائلته بمنقى مهما كان عم بيقول انه انا عم بربيهم على قيم اخلاقيه معينه. طب في هجوم من الانترنت علينا، وفي اشياء ما فينا نضبطها حتى لو الدوله ضبطت بعضها، وفي اشياء ما فينا نهديها، في تليفونات بايد اولاد صغار. يعني بهالمحل ما بدي احكي شيء يخوف الاهل، بس هالاستكشاف اللي بيكون موجود بعمر معين كيف فيني حصنه؟ بقعد اولاد اثنين وبخبرهم ما هي الحياه الجنسيه من اي عمر؟ يعني علي اعمل حصانه بالبيت؟ مش علينا نحن انه اي تساؤل عندهم اياه عن المسائل الجنسيه انه نجاوب عليه. في حدا ممكن يسال سؤال بعمر السبع سنين بدنا نجاوب، الخي يمكن يسال هذا السؤال ذاته بعمر التسع سنين، بس مش معناتها اذا السبعه نحن بدي انطر السؤال بعد دكتور رائد بهذا العصر. لا ما هو لا هلا عم نقول انه سبع سنين اذا سال ما بنقرر انه بكير تيعرف او بكير تتعرف، ما في شيء. اذا سال معناتها صار هو جاهز انه يعرف، مش نحن بنقول بحكي له بعدين او بحكي له بعدين، معناتها رح ياخذ المعلومه من مصدر اخر، ممكن يكون الانترنت بطريقه غير صحيه وغير علميه. واذا صار عمره 10 سنين او عمره 10 سنين وما سالت، مش معناتها انه انا بما انه ما سالت خيم رايحتني بنتي او ابني، لذلك انا معفى من المسؤوليه. لا علي انا انه شوف كيف ممكن افتح هيك موضوع من خلال برامج تلفزيونيه، من خلال هذا الولد عرضه انه يعني يعلم غير اولاد غير الشخص اللي موجود أكيد معه كمان. يعني هودي هلا اللي عم يمارسوه اذا كانوا اخوه بنفس البيت راح يمارسوه مع اصدقائهم او صديقاتهم لما يجوا لعندهم ويروحوا لعندهم، واللي يعتدى عليه جنسيا من حدا عمره تنقول 14 سنه وهو هلا عمره 10 سيعتدي على الاخرين لما يكون هو عمره 12 ان كان ذكور او اناث. الاهل اذا شافوا بهيك وضعيه، طالما عم نستفيد من وجود حضرتك معنا، اذا اولاد شافوا اهلهم او سمعوا اهلهم يعني كيف لازم يكون، كيف التاثير بيكون عليهم؟ ما هون اذا عرفوا الاهل انه انشافوا او انسمعوا او ما عرفوا، اذا عرفوا يواجهوا، اذا عرفوا طبعا الاهل لا مفروض انه يحكوا شيء، يعني يعرفوا انه لما يكونوا اثنين مزوجين وبحبوا بعض هيك بيمارسوا الحب، ما في يقول بدي غطي او بدي كذب والف قصه ثانيه، ما بصير ولا بده يقلد اهله كمان، بتقول ساعتها هون بحطوا المفهوم انه لما تكون مزوج وبتحب حدا وبصيروا يحطوا براسهم مفاهيم معينه عن الزواج او ممارسه الحب، هيدي بنفس الوقت لذلك بنقول ما فيكم تطمنوا بالكم نفس الغرفه انه ابني او بنتي غافين هلا ونحن فينا نعمل اللي بدنا اياه، وهيدا كثير بصير بالبيوت والمنازل الضيقه حيث هناك غرفه واحده للنوم وفي اربعه اولاد او الطريقه أو الغربيه فيها أو انفتاح بالتقبيل امام الاطفال، هل انت مع هالشيء؟ لا تقبيل، لا في تقبيل، لا هي انه الواحد يعبر عن الحميميه بين الزوجين امام الاطفال حاله ضروريه، لكن نحن نعرف بالبوسه ولو كانت القبله على الشفتين وين حدود الحميميه تبعها وين صارت فيها اثاره. نحن عم نقول امام اطفالنا بالعكس، بدل ما يشوفوه على الانترنت خليهم يشوفوا كيف بتصير القبله بنفس الوقت وين حدود الاثاره، الاهل هن بيعرفوا انه وقفت هون. مش حان الوقت ان احنا يمكن نحكي عن هالامور وما ننتظر السؤال، نحكي عن هالامور وما ننتظر السؤال؟ لا اكيد، يعني ما يعني حيلا حدا صار ولاده عمره 9 سنين وما ساله مفروض يفتحوا الموضوع، يعني اكثر شيء ننتظر للتسعه، لانه ولاد عم بحكي انا هلا بالعالم العربي وبلبنان عم بيكتشفوا هالاشياء هيدي بعمر السبع سنين على الانترنت، معناتها انه اذا على المواقع الالكترونيه عم بيكتشفوا هالشيء هيدا بطلوا الاهل، والاهل ما بيعرفوا
نفس الوقت. فاذا ما في عندنا خيار ننتظر اكثر من عمر التسع سنين. بنتين صبيان بنت وصبي لازم يكون في توعيه جنسيه من البدايه، لانه هيدي المشاهد ثلاث ايام يعني خلتني بلا نوم، يعني يمكن اي ام او اي بي بشوفهم كمان بصير في الشيء نفسه. صحيح، ما حدا بيعرف اولاده شو عم بيعملوا بالغرفه. انت نفسك انصدمت؟ ما شفتيني انصدمت؟ بلا، انت نفسك انصدمت. انا انصدمت على شيء، بس نفس الوقت بقول انه يعني في ناس كثير بيفتكروا لانه نحن محافظين بالبيت ما بصير عندنا. اذا ما صار عندكم بده يصير عند بيت اولاد الخالي او العم، معرضين أو معرضين باي مكان يكونوا فيه انه يشوفوا هالمشاهد هيدي، او حيلا حدا يكون معه بايده اي جهاز تليفوني وينقلها ويجيبها على المدرسه او مع اصحابه. او هي المصيبه بالتكنولوجي، جهاز التليفون اللي مسموح ينحمل باي اعمار وداخل المدارس ومع الاصحاب، وهي المصيبه بالتكنولوجي اللي مش تحتنا يعني. بس مشان هيك يمكن مطلوب منا انه نفضح الاشياء اللي كانت من زمان ممنوعه نحكيها نحن مع اولادنا، احسن ما حدا ثاني يحكي معهم باساليب اخرى ويصير مصايب من هالنوع. انا بشكر حضورك معنا دكتور رائد. مثل ما وعدتكم مشاهدينا، الختام رح يكون كمان من تقدمه الاستاذ احسان المنذر والاستاذ توني ابي كرم، اغنيه لصبوحه سجلت وما انسمعت قبل وهي بعنوان ممنوع. رح نختم حلقتنا مع هيدي الاغنيه بصوت صبوحتنا، وبنلتقى الاسبوع الجاي باذن الله.